اوكي مبلش. السلام عليكم جميعا، كيفكم اخوان؟ ان شاء الله بخير. اليوم معنا ان شاء الله اولى محاضرات ال HLS باثولوجي في مشروع العلا. ان شاء الله راح نعطيكم الباثولوجي يا اخوان في 6 محاضرات على الشوارب وخفيفات وتشخه وبجننن، وكل اسئله الدكتور صايب راح اكون بعد المحاضرات ايش مهن بالجيبه ومضمونات، فلا تخافوا ولا تخلوا احد يخوفكم لان المحاضرات سهله والاسئله من بعد ما راح تشوفوا فيها اي استصعاب باذن الله تعالى. فنبلش بين المحاضره على طول باذن الله. لنحكي لكم يا اخوان بس بالبدايه شويه انتدكشن خفيفه لطيفه، بانه يا اخوان انا كل خلايا الدم all hematopoietic cells من وين بيجني؟ انا بيجن عندي من stem cell، بيجن عندي من خليه جذعيه. خليه جذعيه بتكون بالاصل تتميز تعطيني كل خلايا الدم. طب هاي الخلايا الجذعيه وين بتكون موجوده عندي؟ اياها في البون مرو، في نخاع العظم. حلوين؟ فإذا عندي خلايا جذعيه في نخاع العظم تتميز وبتعطيني كل الهيماتوبويتيك سيلز، كل خلايا الدم. طب هاي الستيم سيلز، هاي الخلايا الجذعيه التي تعطيني خلايا الدم المختلفه، شو لها اسم؟ لها اسم ثاني الا وهي البلاست. فتسالك ما هو البلاست؟ البلاست هي عباره عن الستيم سيلز ذات ديفرنشييتس، تتميز الى خلايا الدم المختلفه. طبعا منطقيا انا والله سؤال، خلايا الدم لما تطلع وتكون خلايا ار بي سي، هي خلايا دم حمراء، خلايا دم بيضاء، بليتلت، هاي بتكون خلايا ايش مالها؟ ناضجه. ولكن هاي الستيم سيلز بعد ما تميزت ايش بتكون؟ فايش بتكون مالها؟ اماتشور سيلز وخلايا غير ناضجه. هسه يا اخوان سؤال، انا هاي الستيم سيلز وين قلنا مكانها؟ في نخاع العظم. هل طبيعي اشوف هاي الستيم سيلز قاعده بتسبح بالدم؟ اكيد لا. انا يا اخوان اللي بسبح بالدم المفروض يكون فقط الخلايا الناضجه، المفروض بس تكون خلايا الدم الحمراء والبيضاء والبليتلتس فقط، بينما الستيم سيلز مكانها هو في البون مارو، وغير صحيح اشوف هاي الخلايا غير الناضجه قاعده بتسبح بالدم. فبالبريفرال بلد لازم اشوف انا بس اين؟ بس الماتشور سيلز. ويا سلام عليك. هسه دايجنوسيس اوف انيميا، انا صراحه دائما كنت احط دايجنوسيس اوف انيميا مع قسم الانيميا اللي هون، ولكن انه في كم من هيك معلومه راح نذكرها ان شاء الله في هاي النقطه الجاي فعطيناه هون. اول شيء يا اخوان ما هو الانيميا؟ الانيميا هو فقر الدم، فقر الدم. وهناك معلومه شوي الناس بتداولوها ومش فاهمينها كثير مليح. ما كيف فقر دم؟ الناس على طول بروح بالها انه ايش؟ خلايا دم الحمراء عنده قليله. لا لا يا اخوان، هاي بس جزء من الانيميا. الانيميا او فقر الدم هي واحده من شغلتين، يا عدد خلايا دم الحمراء قليله، يا قدره خلايا دم الحمراء نقل الاكسجين بطلت موجوده. اذا يا خراب في الار بي سيز وبطلت قادر تنقل الاكسجين، او عدد خلايا الدم الحمراء قل. هذا هو الانيميا. حلو، يا سلام عليك. كيف اشخص الانيميا؟ هي واي مرض في الحياه، اول إشي في عندك الكلينيكال بيكتشر اللي عباره عن هيستوري فيزيكال اكزام، اخذ صوره مرضيه من المريض، بلاقي هذا مريض الانيميا عنده فتيك، تعب عام، شورتنس اوف بريث، ضيق في النفس، بالور، شحوب، وفي عنده احيانا ساينز اوف هيموليسيس اوف هيموليسيس اذا كان الهيموليسيس موجود. ما هو الهيموليسيس؟ هيموليسيس هو تكسير خلايا الدم الحمراء. اذا كان سبب فقر الدم هو هيموليسيس او تكسير خلايا الدم الحمراء، في عندي بعض الساينز اللي بشوفها، بعض الاشارات اللي بشوفها زي الجوندس، الاصفرار، زي الريد يورين، والله انه في عندي انا بطلع بالبول دم قاعد. ايضا بالهيستوري والسيره المرضيه باخذ عن الفاميلي هيستوري، باخذ انا والله ايش سيره العائله، اذا في حد بالعائله عنده نفس القصه، وحتى نفس المريض اذا كان في عنده ايش باست هيستوري اوف بلاد ديزيزز، كان في عنده امراض دم سابقه، اذا المريض والله كان باخذ ادويه قد تؤدي لانيميا. هاي شغله تحفظوها؟ اكيد لا، بس هيك قراءه سريعه فهم للموضوع. انا بدي اياك تعرف شغله رئيسيه بس، بانه انا من اعراض الانيميا شو اهم اعراض؟ الفتيك، التعب العام، والبالر، الشحوب. تمام تمام. طيب انا سويت اللي هي السيره المرضيه، بعدها شو؟ تودي على المختبر سوي ياخذ منه عينات لاب تيستس. طيب هاي اللابات يا اخوان، لاب تيست، شو هن اهم لابات بسويها لمريض الدم او لاي مريض بيجين بالحياه؟ باخذ عين الدم سي بي سي، اكيد كلنا بنعرف السي بي سي كومبليت بلاد كاونت، هذا ما يسحب منك عين الدم وبيوديها وبعطين ببعث لك على اللي هو الواتساب روشيتا فيها مليار فحص، الام سي في، ام سي اتش، ام سي اتش سي ار تي دبليو، كل هاي الشغلات. فما هو الكومبليت بلاد كاونت يا اخوان؟ اسمه كومبليت بلاد كاونت، عد او تعداد لكل خلايا الدم الموجوده، وهو يعتبر الموست امبورتنت تيست لمرضى الانيميا. بعد ما اكون والله عديت خلايا الدم كلياتها، بقدر انا هسه هون ايش اروح اسوي؟ ايش اسمه؟ بيرفرال بلاد سمير. اخذ عينه من الدم واحطها تحت الميكروسكوب، وبهاي العينه بشوف ايش انا؟ بشوف شكل الخلايا. فالسي بي سي بيورجيني تعداد، بيرفرال سمير بيورجيني هون شكل الخلايا.
ومنها بقدر اني ايش اشخص مرض معين. طبعا هنا انا بكون طلع عندي والله ايش زي ديفرنشال، زي مجموعه من التشخيصات. عاد هناك بروح بطلب ايش فحوصات جانبيه، ممكن افحص الحديد، ممكن افحص الفوليت، البي 12، البروبين فوق وهكذا. وهنا بالعاده انا بوقف الفحوصات، ولكن في بعض الناس بضطر اني اسوي لهم يا اخوان بون مارو اسبايريشن، اني انا اخذ خزعه او زي ما تك اسحب من نخاع العظم عندهم. ليش؟ لقدام في هالمحاضرة إن شاء الله راح نحكيها. ولكن زي ما قلنا هاي بالمرة أسبيريشن بتصير نادراً، وبسميها أو بسويها نادراً لبعض المرضى المنطقين فقط لغير، فأستنتج فور موست كيسز. خلينا بنشبه الكمبليت بلاد كاونت هالسي بي سي. وانا شو السي بي سي يا اخوان؟ اسمه كاونت، عدد لكل خلايا الدم. فهو كوانتيتيف اسيسمنت، اني انا بعد each of the blood cellular elements، كل خلايا الدم فقط لا غير. طيب هل انا كدكتور بمسك دم وببلش اعد حبه ار بي سيايه هاي الثانيه هاي اكيد لا. في عندي انا جهاز الله يرضى عليه، هالجهاز اسمه هيماتولوجي انالايزر. هيو هم بسحبوا منك الدم بحطوه بانبوب، وهذا الانبوب بحطوه وين؟ في هذا الجهاز. هو الجهاز بيعد لي كل شيء. فإذا شو اسم الجهاز اللي بفحص السي بي سي؟ هيماتولوجي انالايزر. وهذا سؤال سنوات. هيماتولوجي انالايزر از يوزد تو انه اسس او جيف ذا فولوينج. الجواب كان سي بي سي، والسؤال اللي بعده بتنط عليه. تمام، يا سلام عليك. خلينا كاسل سي بي سي او هذا كومبليت بلد كاونت. شو بعطيني معلومات؟ اول شيء بعطيني الريد بلد سيل كاونت، عدد خلايا الدم الحمراء كامله في الدم. فهو حرفيا الريد بلد سيل كاونت هو ذا نمبر اوف ريد سيلز ان سبيسيفايد فوليوم اوف بلد. انه والله قديش عندك عدد خلايا دم حمراء، نقطه انتهى. طبعا قديش النورمال رينج لهذا اللي هو الريد بلد سيل كاونت؟ تكتبوا لي اياها بخط ايدكم هون جنب العشرة قوة ستة. هي من 4.5 ل 6 مليون، اللي هي 10 قوة 6 حبة ار بي سي لكل مايكرو لتر. فكل مايكرو لتر من الدم واحد بلاقي فيه من 4.5 ل 6 مليون حبة ار بي سي. تمام تمام. شو في معلومات ثانية بعطيني اياها السي بي سي؟ بعطيني كمان الهيموغلوبين. وما هو الهيموغلوبين؟ مقصود فيه تركيز الهيموغلوبين في الدم. فانا كيف بدي افحص تركيز الهيموغلوبين او كيف افحص لي هذا الجهاز؟ بكل بساطة خليني اوسع هاي بهالسرية هيك. بكل بساطة هذا الجهاز بيروح بيقول لك الهيموغلوبين راح يحصل لك تركيزه بالدم. وانتبه شو يعني بالدم؟ بالدم كاملا. فبروح هو هذا الجهاز بمسك اللي هي كتلة الهيموغلوبين هذا بالدم، بقسمه على حجم الدم كامل. ليش انا مركز على كلمة الدم كامل؟ لانه الدم يا اخوان وهو زي ما تشوفين بالانبوب هون مقسم لجزئين، مقسم لبلازما ومقسم لار بي سيز، صح؟ لا، لما احكي هيموغلوبين انا قاعد بحكي عن تركيز الايش الهيموغلوبين في الدم كامل. هذا البلازما والار بي سي مع بعض. تمام، يا سلام عليك. طبعا قديش تركيز الهيموغلوبين بيكون عند الرجال؟ من 13 ل 16، انساكم من النص. وعند النساء تركيز الهيموغلوبين بيكون من 12 ل 15، يعني النساء بس اقل من الرجال بواحد بتكون. هاي ارقام كثير كثير مهمه للهيموغلوبين. حلو حلو. كمان فحصات بطلعوا عن طريق السي بي سي الا وهو الهيماتوكريت، والاسم الثاني اللي هو الباكت سيل فوليوم. ما هو الهيماتوكريت يا اخوان؟ شايفين هذا الدم؟ الدم قلنا فيه ار بي سيز وفيه بلازما، صح؟ الهيماتوكريت هو حجم الار بي سيز على حجم الدم كاملا، يعني باختصار نسبه هالار بي سيز من الدم كله. بس هاي هو الهيماتوكريت. فالهيماتوكريت the ratio of the volume of red cells، نسبة حجم خلايا الدم الحمراء إلى حجم الدم كاملا. وبالعادة بتكون نسبته عبارة عن 45%. تمام؟ هسا إذا واحد كان عنده كمية ال RBCs مثلا واصلة لهون ولا لهون، يعني كان 50 و60 و70% مثلا من الدم كاملا، هون عدد خلايا ال RBCs أشمالها زادت. هذا اللي هو زيادة عدد ال RBCs هاي بسميها polycythemia. poly معناها زيادة، سايثي من ايش؟ من ار بي سيز. وايميا في الدم، فهي زياده الار بي سيز في الدم. هي متى ايش؟ لما يكون عندي اكثر من 45%. وهي بالله هاي بس عدوا لي اياها، اللي هي الجمله الثانيه هاي اللي هون، انه هون لا هاي عكس اللي هي اقل من 45. اوكي بس عدوا لي اياها. لما يكون انا عندي الهيماتوكريت اقل من 45% هذا بكون انيميا، فقر في الدم، عدد الخلايا الحمراء اشمل اقل. ممتاز ممتاز. فحص اخر بلاقيه بالسي بي سي اللي هو الام سي في او المين كورباسكولار فوليوم. وما هو المين كورباسكولار فوليوم؟ اسمها فوليوم حجم، كورباسكولار خليه، مين معدل. فهو معدل حجم خليه الدم الحمراء. قديش حجمها؟ قديش حجم الار بي سي؟ بس انا عندي حبه الار بي سي قديش حجمها؟ هل والله حجمها صغير زي هيك، ولا حجمها متوسط اللي هي الوضع الطبيعي، ولا حجمها ما شاء الله قد الكواكب؟ هذا كيف بفحص لي اياه؟ بفحصه عن طريق الام سي في الموجود في السي بي سي. ها حلو حلو. فهو عباره عن ذا فوليوم اوف ار بي سي. طبعا يا اخوان شو بستفيد من هذا الام سي في؟ انا عشان اوضح لك شغله، الانيميا احنا قلنا
الانيمي انا بكل بساطه انا عشان اطلع عليها بقول يا والله عاد الخايده الحمراء قليل، يا انه ايش، يا انه انا عندي خايده الحمراء مش قادر بشيل الاكسجين بشكل منيح. تمام، وباي ذا واي بس اعطيكم معلومه قبل ما نفوت بالانيميا، انا الانيميا عشان اشخصها بتطلع بشكل رئيسي على هذا الهيموغلوبين. اذا الهيموغلوبين عند الرجال اقل من 13 او النساء اقل من 12 هذا بسميه انيميا. تمام، فانا عشان اشخص انيميا شو بتطلع على الهيموغلوبين بشكل رئيسي، يعني كل الفحوصات الثانيه نعم مهمه ولكن الهيموغلوبين هو الرئيسي لتشخيص الانيميا. اقل من 13 عند الرجال او اقل من 12 عند النساء هذا انيميا على طول. خلاص انا عرفت انه هاي المراه وهذا الرجل عنده انيميا. طب شو نوع الانيميا؟ الانيميا يا اخوان ممكن انسان يكون مثلا عنده عدد خلايا الدم الحمراء قليله مثلا، ولكن هاي خلايا الدم الحمراء اللي عنده اياها ايش مالها مثلا تكون يا صغيره يا انه حجمها طبيعي او حجمها كبير. وهون تيجي تقسيمات الانيميا. اذا كان حجم خلايا الدم الحمراء الباقيه في الانيميا كانت طبيعيه زي هيك هذا بسميه نورموسيتيك انيميا. شو نورمو؟ من نورمال انه والله انسان عنده انيميا فقر في الدم ولكن حجم خلايا الدم الحمراء طبيعي حلوين. اذا كان حجم خلايا الدم الحمراء في الانيميا صغيرا هكذا هذا بسميه مايكروسيتيك. مايكرو اي صغير، فحجم الخلايا صغير. واذا كان حجم الخلايا كبيرا في هذا الانيميا بروح بسميها ماكروسيتيك. فماكرو ايش معناها؟ كبير. واضحه الفكره؟ فواحد عنده انيميا مثلا عدد خلايا الدم الحمراء قليله بروح بطلع هذا عدد خلايا الدم الحمراء القليله اللي عنده اياها بشوف حجمها. اذا حجمها كبير هاي ماكروسيتيك، طبيعي نورموسيتيك، صغير مايكروسيتيك انيميا بعديها. طيب قديش حجم خلايا الدم الحمراء الطبيعي؟ من 80 ل 100 فمتوليتر. هاي الفمتوليتر صار بحياتي سؤال عنها ولكن 80 ل 100 عرف لي بس. الام سي في قديش؟ من 80 الى 100. فاذا والله كان واحد عنده انيميا واحنا طلعنا على حجم خلايا الدم الحمراء بعد ما شفنا عنده انيميا لقينا حجم خلايا الدم الحمراء عنده اقل من 80 هذا ايش معناته؟ حجم الخلايا صغير، يعني ايش؟ مايكروسيتيك. رحت اطلعت على حجم الخلايا لقيته من 80 ل 100 يعني الحجم طبيعي، هاي ايش بسميها؟ نورمو، من نورمال، نورموسيتيك انيميا. انه والله انا والانسان عنده هذا انيميا فقر دم ولكن حجم الخلايا ايش ماله؟ طبيعي لا صغراني ولا كبراني. واذا كان حجم الخلايا كبيرا اكبر من 100 بسميه ماكروسيتيك. بس هاي قاعد تشطبوا ليها بدي اشياء. تمام، نروح على الفحص اللي بعده او الشيء او المكون اللي بعده من السي بي سي الا هو الام سي اتش. ما هو الام سي اتش يا اخوان؟ او المين كوربسكولار هيموغلوبين، من اسمها هيموغلوبين في الخلية. قديش كتلة الهيموغلوبين في الخلية؟ بتقدر تكتب ليها بخط ايدك هيموغلوبين ماس ان 1 ار بي سي. يعطيك العافية، هي الهيموغلوبين كونتنت بير ار بي سي فقط لا غير. يعني كل حبة ار بي سي قديش فيها هيموغلوبين؟ بالوضع الطبيعي من 26 ل 33 بيكوغرام. هذا هو وزن الهيموغلوبين بحبة ار بي سي وحدة. طب والله نطلع مع بعض، انا عندي خليه دم كبيره هيك وخليه دم طبيعيه وصغيره، برايك هاي خليه الدم الكبيره كتله الهيموغلوبين فيها راح تكون كبيره ولا صغيره؟ اكيد كبيره، لانه راح تقدر انت تستوعب هيموغلوبين داخلها اكثر من والله هاي الصغيره اللي هون. صح، فلاحظوا ان الام سي اتش له علاقه مع الام سي في، ات كورليتس وذ ام سي في، حيث انه كلما زاد حجم الار بي سي راح اقدر اخزن هيموغلوبين بشكل اكثر. فإن لما يزيد الام سي في ام سي اتش بيزيد، لما الام سي في قل ام سي اتش بقل. بس ده الموضوع، وهاي اشطب ليها اللي تحب تدش اياها. هاي ايكوالز حلو. المكون السادس من السي بي سي الا هو المين كوربسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ام سي اتش سي. هنا يا اخوان ما بتطلع قاعد على كتله الهيموجلوبين بالار بي سي، لا هنا هاي هي عباره عن تركيز الهيموجلوبين. طب واحد بتطلع طب هذا الهيموجلوبين الثاني حكينا انه هو تركيز الهيموجلوبين. اي نعم صحيح، ولكن شو الفرق بيناتهم؟ الهيموغلوبين هذا اللي هو الثاني يا اخوان هو تركيز الهيموغلوبين ايش ماله؟ في الدم كامل. ولكن الام سي اتش سي هو تركيز الهيموغلوبين في الار بي سيز فقط. يعني انا بالهيموغلوبين هذا الاول انا اخذته على ايش؟ على الدم كاملا. ولكن في الام سي اتش سي انا بدي اخذ تركيز الهيموغلوبين فقط في جزئيه الار بي سي هاي. فهي عباره عن هيموغلوبين ماس على حجم الار بي سيز. طبعا له قانون ثاني اللي هو الهيموغلوبين تقسيم الهيماتوكريت. اذا حابين تشوفوا كيف يعني الناس تهتم تتمش بالرياضيات تقدر تسوي سكيب يعني. ولكن الهيموغلوبين بكل بساطه هو هيموغلوبين ماس تقسيم ايش اللي هو البلد فوليوم. صح، هاي بلد فوليوم، نحط بلد فوليوم. طبعا هيماتوكريت هي عباره عن ايش؟ الار بي سيز هاي تقسيم البلد فوليوم كامل. عشان بالمقام راح نعكسها فبتصير بلد فوليوم في البسط على ار بي سي فوليوم. ده بيروح مع ده، بتصفي عندي هيموغلوبين ماس
على ار بي سي فوليوم، بس انتهى الموضوع. حجم اللي هو كتلة الهيموغلوبين على حجم الار بي سيز، سهلة. فإذا شو الفرق بين الهيموغلوبين والام سي اتش سي؟ الهيموغلوبين هو تركيز الهيموغلوبين في الدم كاملا، الام سي اتش سي تركيز الهيموغلوبين في الار بي سيز فقط. يا سلام عليك. فالام سي اتش سي قلنا هو عبارة عن تركيز الهيموغلوبين في given volume of packed ار بي سيز، في volume of ار بي سيز. قديش بيكون تركيز الهيموغلوبين في الار بي سيز بالوضع الطبيعي؟ من 32 ل 36 جرام بير دي سي لتر. تمام، حلوين. انا طبعا باي ذا واي صراحه اهم الارقام بهتم فيها الهيموغلوبين، الهيماتوكريت والام سي في. الام سي اتش والام سي اتش سي مش كثير بهتم بالارقام تبعتهم يعني. وهاي اللي تحت هاي قلت لك هي الهيموغلوبين تقسيم الهيماتوكريت. طيب في عندنا كمان مكون اخر في سي بي سي؟ اي نعم، في عندنا شيء اسمه ار دي دبليو او ريد سيل ديستريبيوشن ويث. ما هو هذا الار دي دبليو؟ بكل بساطه يا اخوان هذا الفحص بيورجيني ما هو فرق الاحجام والاشكال بين خلايا الار بي سيز. هل خلايا الار بي سيز اللي عندي اياها في الدم تختلف في الحجم والشكل؟ بكل بساطه هذا الفحص وهذا ار دبليو هو اللي بيطلع لي والله هذا الفاريشن، هذا الاختلاف. فهو بقيس لي او بحص لي ذا فاريشن، الاختلاف في حجم وشكل الار بي سيز في داخل دم هذا الانسان. طبعا انا خلايا الدم المفروض عند الانسان ايش مالها؟ تكون في اختلاف في الحجم والشكل لا يتعدى هذا الاختلاف 15%. يعني تلاقي والله فرق بين الخلايا بين بعضها البعض لا يتجاوز الاختلاف 15% من ناحية الشكل والحجم. متى بتصير المشكلة؟ لما يكون أنا عندي مستوى الاختلاف في الحجم أو شكل أكثر من 15%. إذا كان الاختلاف في الحجم أكثر من 15% هذا شو بسميه؟ أنيسو سايتوسيز. انتبهوا لي، أنيسو سايتوسيز، أنيسسسو للسايز. تمام؟ تمام، عفوا على المقاطعه. فزي ما حكيت لكم الانيسسسو سايتوسيس لسا سايز، انه والله انا عندي السايز وفرق الاختلاف في الحجم بين الار بي سيز اكثر من 15%، في عندي مستوى اختلاف اكثر من 15% بسميه انيسو سايتوسيس. اذا كان الفرق في الشكل بين الار بي سيز اكثر من 15% ها بسميه بويكيلوسايتوسيس. فانتبهوا لي على المصطلحات. اذا كان عندي فرق الاختلاف في الحجم، لاحظوا شو كنت قلت لك حجم وشكل، إذا كان الفرق في الحجم أكثر من 15% هذا أنيسوسايتوسيس. فرق الاختلاف في الشكل هذا بيكون إيش؟ بويكيلوسايتوسيس أكثر من 15%. حلو؟ طب متى ممكن إنسان يصير في عنده مثلا أنيسوسايتوسيس؟ إنه والله إنه اختلاف في الحجم أكثر من 15%. خلينا نطلع. واحد نفترض إنه عنده آيرون ديفيشنسي، عنده فقر في الحديد. طب شو بنستفيد من هاي المعلومة؟ هسا يا أخوان عشان أوضح لكم فكرة، أنا الحديد والفوليت والبي 12 هذول راح نحكي ان شاء الله بهاي المحاضره ثلاث مواد بستخدمها لتكوين الار بي سي. ما فيش حديد حجم الار بي سي ايش ماله راح يكون؟ صغير، صح؟ راح افوت التفاصيل ان شاء الله قدام اكثر. فانا واحد عنده ايرون ديفيشنسي حجم خليه الار بي سي راح يكون اكون مالها صغيره هيك، ما راح يكون حجمها طبيعي لانه الهيموغلوبين اللي جواتها ما راح يكون ايش ماله طبيعي، فبتلاقي خليه ايش مالها صغيره. طيب هذا اللي عنده ايرون ديفيشنسي رحت انا نقلت له دم وهذا الدم كان حجم الخلايا فيه طبيعي هيك نورموستك كانت، فلاحظوا كيف في هذه الحالة هذا الإنسان صار في عنده اختلاف في حجم الخلايا وأكثر من 15% هذا الاختلاف. شو بسمي هذا الاختلاف؟ أنيسوسايتوسيس فقط لا غير. تمام، يا سلام عليك. كمان يا أخوان شوف في عندي شغلات في اللي هي السي بي سي. سي بي سي باي ذا واي فيه هو 10 مكونات، حكينا عن 7 لحد الآن. الثامن هو ريتيكولوسايت كاونت. معنى كلمة ريتيكولوسايت؟ ريتيكولو معناها جديد، سايت معناها خلية، فهي عبارة عن عدد الخلايا الجديدة. تمام، بس بكل بساطة ريتيكولوسايت هي اللي نيولي ريليست ار بي سيز. الار بي سيز طالع عندي ايش مالها؟ جديد. قديش نسبة هاي الار بي سيز الجديدة في الدم عندي اياها؟ فقط لا غير. بيحكي لي بكل بساطة ريتيكولوسايت كاونت كنسبة هو بين نص ل 1.5%. تمام، نسبة الار بي سيز الجديدة المفروض تكون بين نص ل 1.5%. طيب عشان والله نفكر مع بعضينا شوي، الار بي سيز وين بتطلع؟ من البون مارو، من نخاع العظم. حلوين. طيب واحد صار عنده أنيميا، فقر في الدم، مش لازم أعوض هذا الفقر اللي صار عنده، فبنخاع العظم المفروض إيش يسوي؟ يروح ويصير ينتج لي خلايا آر بي سيز أكثر وأجدد. فهون البون مارو بيصير يولع وبيصير يشتغل وبيصير نار ما شاء الله عليه ويصير طلع لي آر بي سيز كثير، صح؟ ففي حالات البلد لوس، فقدان الدم، هيموليسيس، تكسير خلايا الدم الحمراء، بلاقي هذا الريتيكولوسايت كاونت ايش ماله؟ It is increased، وتم زيادته. ليش؟ لانه بدي اعوض فقر الدم اللي عندي اياه. طيب انا لما اشوف انه نخاع العظم قاعد بينتج لي ريتيكولوسايتس عشان انا قاعد صار عندي بلد لوس مثلا، وقاعد بيعوض لي الفقد، هذا يعني البون مارو ايش ماله؟
شخوا وبجننوا على الشوارب بنحط. هذا يعني البون مارو is healthy and can compensate for blood loss. البون مارو شغال فل الفل فل الفل. بالمقابل نفترض واحد عنده أنيميا ولكن الريتيكولوسايتس اللي هي ار بي سيز الجديدة is low. هذا إيش يعني؟ إنه أنا صح عندي فقر دم ولكن البون مارو مش قادر يشتغل ويطلع لي ار بي سيز جداد. البون مارو خربان، البون مارو معطل. هذا يدل على ان البون مارو في عنده مشكله او في عنده ديبريشن. ايش معنى يعني عنده حرفيا تثبيط او الثبط سبب انفكشن او درج؟ حلو، يا سلام عليك. فاذا الريتيكولوسايت اذا كانت عاليه هذا بدين البون مارو شغال، اذا كانت الريتيكولوسايت قليله كثير هبدين البون مارو ايش ماله فيه مشكله او انه متثبط. هسه هذا الريتيكولوسايت كاونت يا اخوان احيانا بعطيني ايش قراءه خاطئه، ات مايت بي رونج. فعشان هيك انا ما بلتزم بالريتيكولوسايت كاونت كرقم رئيسي صراحه، تمام. فعشان هيك راحوا طلعوا العلماء فحص اخر في هذا الجزء من السي بي سي، كمان هو جزء من السي بي سي، عشان يعوض لك الريتيكولوسايت كاونت. شو اسمه؟ ريتيكولوسايت برودكشن اندكس، هو الفحص التاسع عندي او الار بي اي. هو حرفيا نفس الريتيكولوسايت كاونت، بعطيني نسبه الريتيكولوسايتس في الدم انتهى بس. ولكن ايش ماله؟ ادق مصلح، اتس كوركتد ريتيكولوسايت بيرسنتج، اي نسبه الريتيكولوسايتس اصح، تقدر تحكيها بين قوسين. القانون ما بيهمنيش صراحه، تو انك بدك تعرف لي نسبته الار بي اي او ريتيكولوسايت اندكس. نسبه الريتيكولوسايت بتكون بين نص ل 2.5% من كل الار بي سيز في الدم. حلو حلو. الان يا اخوان لو افترضنا انه والله الريتيكولوسايت عند واحد كان اقل من 2% وهو عنده انيميا، عنده فقر في الدم، انا المفروض الريتيكولوسايت تكون مولعه. كيف اقل من 2%؟ ليش اقل من 2؟ المفروض الريتيكولوسايت تكون عاليه صح، عشان اعوض الفقد اللي انا فقدته في هذا الانيميا. فهون لما اشوف الريتيكولوسايت انه اقل من 2% او قليل، هذا بدلني على ان ادكويت ريسبونس، البون مارو مش شغال، تمام. بينما واحد ثاني عنده انيميا والريتيكولوسايت كاونت عنده اكثر من 3%، هذا بدلني على البون مارو شغال وقاعد بيحاول يسوي كومبنسيشن وتعويض كل الفقد اللي عندي، تمام. يا سلام عليك. طيب انا ما هي اسباب اللي الريتيكولوسايت سواء عنده انيميا ولكن الريتيكولوسايت كانت قليلة؟ شو الأسباب؟ قلنا أول سبب اللي هو بون مارو ديبريشن، البون مارو خربان، بون مارو مثبط، البون مارو ممكن متدمر صح؟ هاي واحد منهن. هناك سبب آخر بأنه the material required for RBC production is deficient. أنا عندي المادة أو المواد اللي بستخدمها لإنتاج الـ RBCs مش موجودة. زي على سبيل المثال الآيرون، الـ B12، الفوليت، هذول أهم ثلاث صراحة مش بتصير عندي deficiency فيهن. فأنا إذا ما عنديش آيرون، ما عندي B12، ما عندي فوليت، ما راح أقدر أنتج RBC، هذول مكونات الـ RBC أصلا، تمام. فريتيكولوسايت بتكون قليلة أو الخلايا RBCs الجديدة مش قاعد بكونها بعدد منيح، يا لأنه البول مارو خربان يا لأنه مكونات الـ RBCs مش موجودة، تمام. يا سلام عليك. خليني اكتب كلمتين عن النورمال ار بي سي. النورمال ار بي سي يا اخوان الخلايا الدم الحمراء الطبيعيه بتكون نورموسيتك، اي حجمها طبيعي، وفي عندي كلمه اسمها نورموكروميك. نورموكروميك ما معنى كلمه كروميك او نورموكروميك؟ خليني اورجيكم الصوره انتم لحالكم راح تعرفوا. شايفين هاي الصوره يا اخوان؟ هو الاتي، كلمه كروميك هو دلاله على قديش نسبه الاحمر اللي هو فيه. عشان انا بعرف خلايا الدم الحمراء الطبيعيه في المنتصف فيها بالر او فيها جزء ابيض، هي كره زي فتحه هيك او زي ما تحكي جزء ابيض من الاحمر اللي حولها بشكل بسيط. فعندي خلايا الدم الحمراء يا اخوان المفروض هذا الجزء الابيض اللي بالنص يكون لحد ثلث هذه الخليه الدم الحمراء، هاي بسميها نورموكروميك، تمام تمام. اذا خليه الدم الحمراء كان فيها الابيض كثير كبير اللي بالنص وانا عندي الجزء الاحمر كثير قليل، ها بسميه هايبوكروميك. فكروميك انت ذكر لي ايش؟ نسبة الى الريد كلر، الريد كلر تبعها ايش ماله؟ صار هايبو، قلة. وفي عندي خلايا دم حمراء اخرى ممكن ما تلاقيش ولا اي جزء ابيض بالنص فيها وكلها حمراء، هاي سميها هايبركروميك. وهي لها اسم ثاني الهايبركروميك سيلز سموها سفيروسايتس. ما هي السفيروسايتس؟ سفيروسايتس هي الهايبركروميك ار بي سيز، خلايا الدم الحمراء اللي كلها حمراء بتكون زي هيك، تمام؟ يا سلام عليك. فانا عندي خلايا الدم الحمراء الطبيعيه بتكون ايش؟ نورموستيك، نورموكروميك. كلمه هايبوكروميك انه سنترال بالر اكثر من ثلث، بيكون في عندي كثير بياض بالنص والحمار قليل. هايبركروميك انه كثير حمراء ما فيهاش سنترال بالر، سنترال بالر عفوا، سنترال بالر بالمره مش موجود. شو بسميها؟ هاي سفيروسايتوسيس، سفيروسايت، هاي الهايبركروميك سيل. واخر مكون من السي بي سي هو عدد الوايت بلاد سيلز وعدد البليتلتس، ويعطيك العافيه. حلوين، يا سلام عليك. خلينا نفوت على الانيميا هسه يا اخوان. الانيميا قلنا شو تعريفها؟ الانيميا هي عباره عن يا نقصان في عدد الار بي سيز، يا نقصان في قدرتها على نقل الاكسجين،
في غير هيك؟ بس يا نقصان في العدد يا نقصان في الوظيفة. طبعا الأنيميا بنفسها هل تعتبر مرض؟ لا يا أخوان، الأنيميا هي عبارة عن دياجنوسز، عبارة عن عبارة عن ساين، عبارة عن عرض زي ما تحكي لمرض أو لتشخيص، ولكنها بنفسها it is not a diagnosis, it is not a disease, it is a sign of a disease. قلت لكم فوق قبل شوي الأنيميا عشان أشخصها شو أهم إشي بتطلع عليه بالسي بي سي؟ هيموغلوبين، صح؟ إذا الهيموغلوبين عند الرجال أقل من 13 وعندي نساء أقل من 12، هذا شو على طول؟ أنيميا. فعشان اشخص الانيميا بطلع الهيموجلوبين بشكل رئيسي. هيموجلوبين اقل من 13 عند الرجال واقل من 12 عند النساء، هذا على طول انيميا. حلو، انا عرفت ان هذا الانسان عنده فقر دم. الانيميا قلنا لها انواع عديده، فلازم اسوي كلاسيفيكيشن وتصنيف لهي الانيميا. وهناك يا اخوان تصنيفان الانيميا، يعني لما تحكي مجموعه من العلماء اجوا راحوا انقسموا لنصين، هذا صنف على باله وهذا صنف على باله. التصنيف الاول الانيميا بسموه فانكشنال كلاسيفيكيشن الانيميا، وهي كلمة functional classification أي أنا بصنف الأنيميا حسب الكوز، حسب سبب فقر الدم هذا اللي صار عندي. ممكن فقر الدم صار عندي بسبب إيش؟ نزيف bleeding، ممكن بسبب destruction hemolysis تكسير خلايا الدم الحمراء، ممكن decrease the production نقصان في تكوين RBCs، defective DNA synthesis مش قاعد بكون DNA تبع RBCs بشكل منيح، marrow infiltration بون مرو صار فيه خراب، نيوبليزيا سرطانات عديدة. لا تحفظوا الأسباب طبعا، هي بس الفهم، يعني أنه أنا functional قاعد بقسم حسب الكوز. يا سلام عليك. والتقسيم الثاني للأنيميا مسألة وهو المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن. شوف كلمة مورفولوجي معناها شكل، معناها حجم الار بي سي. فبكل بساطة، وهذا هو باي ذا واي كلاسيفيكيشن انا بهتم فيه، انا بصنف الانيميز على حسب الام سي في زي ما حكينا فوق قبل شوي. انه انا اذا كان والله واحد عنده انيميا وخلايا دم الحمراء كانت عنده صغيرة حجما، ها بسميه مايكروسيتك انيميا. كان عنده انيميا وحجم الار بي سي عنده طبيعي من 80 ل 100، هذا نورموسيتك انيميا. عنده انيميا وحجم الار بي سي كبيرة، هاي ماكروسيتك انيميا. فحسب ايش التصنيف كلياته؟ حسب الام سي في، زي ما كاتبين هون اتس بيست اون ذا ام سي في. تمام، يا سلام عليك. خلينا نمسك واحدة واحدة على الخفيف. اول واحدة مايكروسيتك انيميا، بيكون الام سي في اقل من 80، مش اشي جديد. طب يا اخوان والله السؤال، انا عندي هاي خليه الار بي سي، خلينا نرسمها هون على السريع. انا عندي خليه الار بي سي هاي قاعده لي هون، ايش في موجود في داخل الار بي سي؟ هيموجلوبين، صح؟ طيب اذا الهيموجلوبين ما تكون في داخل الار بي سي، شو بده يصير فيها؟ رح تصغر. فاذا اهم سبب المايكروسيتك انيميا هو ايش؟ ديفكتيف جلوبين تشين سينثيسيس، مش قاعد بكون عندي هيموجلوبين، او الهيم الموجود فيها الهيموجلوبين مش قاعد بتكون. تمام؟ بس ونكس ان شاء الله على الامراض اللي ممكن تسوي لي هاي الشغلات. فعندي يا اخوان المايكروسيتك انيميا سببها الرئيسي الهيموجلوبين مش قاعد منتج، يا الجلوبين شو نعرف اسمه هيمو جلوبين، هيمو هيم انه انا فيها حديد، وجلوبين اي جلوبين بروتين، يا انه هالجلوبين بروتين مش قاعد منتج، او انه هالهيم مش قاعد منتج عندي بس. طب شو في عندي اسباب بتسوي لي مايكروسيتك انيميا؟ احفظوا لي اياها يا اخوان باختصار تيل. عندي مرض الثلاسيميا، وهو عبارة عن مرض متوارث، رح نحكيه هنا إن شاء الله بالتفصيل. هذا مرض يؤدي لمايكروسيتك أنيميا. عندك الاي هاي لأنيميا أوف كرونيك ديزيزز، واحد عنده أمراض مزمنة زي روماتويد أرثرايتس، الالتهاب اللي هي المفاصل الروماتيزمي، كرونز ديزيز، هايبرتنشن، دي عندك كثير أمراض مزمنة قد تؤدي لمايكروسيتك أنيميا. وعندك ايرون ديفيشنسي، قلنا واحد ما عندهوش حديد شو ماله؟ ما راح يتكون الهيموجلوبين عنده، ما فيش هيموجلوبين، خلية صغيرة بس. واخر اشي ال هاي هي عباره عن الليد بويزنينج، التسمم بايش؟ بالليد، اي تسمم بالرصاص يا اخوان، التسمم في الرصاص. هذا التسمم بالرصاص يا اخوان بيسوي لي مايكروسيتك انيميا، نوعها لها اسم اللي هي سيدرو بلاستيك انيميا. ما راح نحكي عنها صراحه ولا كلمه، يعني السيدرو بلاستيك انيميا اعرف ايش واحد انها عباره عن انيميا اللي بتصير ايش؟ بالليد بويزنينج تقدر تحكي، ولكن ما علينا. فاذا بكل بساطه للايش؟ للمايكروسيتك انيميا احفظ لي تيل، تي ثلاسيميا، اي انيميا اوف كرونيك ديزيز، اي ايرون ديفيشنسي، وال اللي هي ليد بويزنج او سيدروبلاستيك انيميا. هذول هن الشغلات اللي بيسوون مايكروسيتك انيميا. طيب النورموسيتك انيميا يقولوا واحد عنده فقر دم ولكن حجم خلايا الدم الحمراء ايش ماله؟ نورمو، نورمال من 80 ل 100، وتقسم الى قسمين هيموليتيك ونن هيموليتيك، ونحكيين ان شاء الله هذول في المحاضره الجاي بالتفصيل الممل. تمام؟ طبعا كلمه هيموليتيك انه خلايا الدم الحمراء ايش مالها؟ قاعد تتكسر عندي.
هون بيكون يا اخوان المشكله بشكل رئيسي انه خالد الحمراء يعني قاعد واحد بنزف قاعد تتكسر، فهون البون مارو في عليه اي شيء؟ لا البون مارو شغال تماما، فقاعد بشوف البون مارو انه في عندي نقص، فبيروح بيسوي ريتيكيولوسات وخلايا دم جديده عشان يعوض هذا النقص، فبتلاقي الريتيك اندكس اكثر من 2%، بتلاقي عندي اللي هو الار بي اي ما فيه اي مشكله، البون مارو ما في عليه اي مشكله. النن هيموليتيك كوز لهذا الانيميا اللي ما له علاقه بالنزيف، هون المشكله بشكل رئيسي في البون مارو، انه انا البون مارو صار فيه سبريشن، البون مارو خرب، البون مارو صار فيه تثبيط، تمام؟ وراح نحكي ان شاء الله بالتفصيل في المحاضره القادمه. بالنسبه للماكروستاتيك انيميا، واحد عنده انيميا لكن شو حجم الار بي سيز ماله عنده؟ ماكرو اكثر من 100، وتقسم الى قسمين هالماكروستاتيك، يا ميجالوبلاستيك بسموها او نن ميجالوبلاستيك. صار في عندي المايكروستاتيك انيميا، ما هي الامراض اللي بتسوي الماكروستاتيك انيميا؟ اللي هي تيل، ثلاسيميا، انيميا اوف كرونيك ديزيز، ايرون ديفيشنسي، ليد بويزنينج. النورموستاتيك قسمناها لهيموريتيك ونهيموريتيك، المحاضره جاي بالتفصيل. الماكروستاتيك اللي بيكون حجم الخلايا فيها اكبر من 100 قسمناها لميجالوبلاستيك ونن ميجالوبلاستيك. كلمه ميجالوبلاستيك انيميا يا اخوان عشان اريحك، عشان اريحك، وين ما تسمعها هي عباره انه الانسان هذا عنده ديفيشنسي، عنده فقر يا في البي 12 يا في الفوليت، نقطه انتهى بس. اذا كلمه ميجالو بلاستيك يا بالبي 12 عندي يا ناقص، يا الفوليت عندي يا ناقص. فاذا الفوليت والبي 12 كان الناقصات شو بيسوي لي نوع انيميا؟ اسمه ميجالو بلاستيك. والميجالو بلاستيك نوع من مين؟ من الماكروسيتك. كل خليه ايش مالها؟ ما شاء الله كبير كثير، تمام؟ وعشان اوضح لكم شغله، هذا البي 12 وهذا الفوليت يا اخوان احيانا ايضا يدخلوا في تكوين خلايا الدم الاخرى، يعني غير الار بي سيز، غير خلايا الدم الحمراء، بيدخلوا احيانا في تكوين خلايا الدم البيضاء، البليتلتس والى اخره، فهذول اذا كان الانسان عنده فقر فيهن، هذا الامر قد يؤدي الى بان سايتوبينيا. بان يعني كله، سايتو يعني خلايا، وبينيا نقصان، يعني نقصان في كل خلايا الدم. احيانا بصير عندي من بي 12 ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي، تمام؟ فاذا بدي اياك تعرف نقطه واحده طلعت منها هسه من هالساي، ايش؟ ميجالوبلاستيك اي انه بي 12 ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي، تمام؟ اذا انا كان عندي ماكروسيتيك انيميا سببها اي شيء ثاني بالحياه غير البي 12 والفوليت، هاي بسميها نن ميجالوبلاستيك كوز. ممكن والله الكحوليزم، شرب الكحول، ليفر ديزيز، امراض الكبد، هايبوثايرويديزم، مشاكل في الثايرويد، ريتيكولوسايتوسيس، وزيادة في الريتيكولوسايتوسيس زيادة عن اللزوم، مثلا بلاقيها في بعض الأمراض زي الريسنت هيموريج أو ميريتيك أنيميا، ما بتهمنيش التفاصيل كثير. هاي الشغلات تؤدي إلى ماكروسيتيك أنيميا ولكن ليس لها أي علاقة بالبي 12 أو الفوليت، فسميناها إيش؟ نن ميجالوبلاستيك، تمام؟ وبالتفصيل إن شاء الله راح نأخذهم بإذن الله في المحاضرات القادمة. هسه بس أعرف في عندك الكهوليزم، عندك ليفر ديزيز، عندك هايبوثايرويديزم، وضعهم ثلاث إنه بشوف أنا إيش في الماكروسيتيك أنيميا، النن ميجالوبلاستيك. طيب خلصنا من تصنيف الأنيميا. تذكروا فوق يا اخوان ان قلت لك بعد كل هاللابات وكل هالخبيصه بالسي بي سي وفحص البي 12 فوليد والارم وكل شيء، احيانا بسوي بون مارو اسبيريشن اللي باخذ خزع من نخاع العظم. طيب انا متى باخذ هالبون مارو بايوبسي يا اخوان؟ كالاتي، انا باخذ البون مارو بايوبسي لما اكون انا شاك انه هذا الانسان مشكله انيميا عنده من البون مارو. فهناك نقطتين، النقطه الاولى انسان عنده انيميا وعنده الريتيكولوسايتس ناقصة، تمام؟ طب الريتيكولوسايتس لما تكون ناقصة، أنا قلت لك في هذا النقصان الريتيكولوسايتس له سببين، صح؟ يا إنه البون مارو خربان، يا إنه مكونات الـ RBC مش موجودة، زي اللي هي الإيش؟ فوليت، بي 12 وأيرون. فنفترض إنه واحد عنده أنيميا وعنده خلايا من الـ RBCs الجديدة اللي هي الريتيكولوسايتس ناقصة. وهذا نقص الريتيكولوسايتس it can't be explained، ما بقدر افسرها بانه والله البي 12 ولا الفوليت ولا وقع باخذ كحول ولا ليفر ديزيز او الايرون كلها تقلي عنده، لا 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 كل شيء ثاني عنده طبيعي. فمعناته المشكله بمين راح تكون؟ بالبون مارو، ان البون مارو صار فيه ديبريشن او صار فيه مثلا خراب ديستركشن. فهناك شو بروح انا باخذ خزع من بون مارو عشان اشوف اذا فيه مشكله او لا. طب شو في عندي شيء ثاني انا بستخدمه او اللي بسوي فيه بون مارو بايوبسي؟ إذا لقيت الوايت بلاد سيلز والبليتلتس أيضا صار فيهن مشكلة. الوايت بلاد سيلز والبليتلتس وين بيطلعن كمان؟ من البون مارو. فإذا لقيت الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليتلتس كلهن اللي بيطلعن من البون مارو كلياتن خربانات أو كلياتن نقصات، يعني المشكلة بمين؟ بجدتي أكيد بالبون مارو راح يكون، يعني بدهاش علم، تمام؟ يا سلام عليك. وهناك إن شاء الله هاي التفاصيل بشكل أكثر لقدام بإذن الله. هسا بدنا نفوت بكل مرض على حدة بإذن الله.
الآن يا أخوان نفوت على الأيرون ديفيشنسي أنيميا. أيرون ديفيشنسي أنيميا من مين؟ من المايكروسيتيك، من التيل، صح؟ هاي الآي أيرون ديفيشنسي، يا سلام عليك، فيعتبر مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. شنو هايبوكروميك؟ أي أن خليج الدم الحمراء بيكون فيها إيش؟ جزء أبيض في المنتصف كثير كبير. حلوين، ما هي أسباب الأيرون ديفيشنسي؟ اسمها أيرون ديفيشنسي، فقر في الحديد. ما هو أسباب فقر الحديد يا أخوان؟ إنسان يكون عنده الحديد قليل، ما النيوتريشن، بيلقى بوك الأكل فيه وش حديد، وهي بلاقيها كثير بالديفلوبينج كنتريز اللي هي خلايا اللي هي دول العالم الثالث وهيك وينزل يعني. وفي عندك بلاد لوس، إذا واحد فقد كمية دم كبيرة راح يطلع هو الحديد وين موجود؟ في داخل الهيموغلوبين جوا خلية الدم الحمراء. لما واحد يفقد كثير دم راح يطلع كل الحديد لبرا الجسم ويصير عنده أيرون ديفيشنسي. مال أبزوربشن، مال شو معناها؟ خراب، أبزوربشن امتصاص، فهو خراب الامتصاص عند الإنسان. في أمراض السيلياك ديزيز، الآي بي دي، الويبلدز، يا إخوان باختصار أنتوا عندكم إن شاء الله بسنة ثالثة سيستم الجي آي، سيستم قد الكواكب، مش مطالبين تعرفوا لي أمراض الامتصاص من جسم الانسان، بس اعرف لي مال ابسوربشن، خرب الامتصاص، مش قاعد امتص حديد، ايرون ديفيشنسي. انتهى الموضوع. انكريزد ديماند، اي ان الانسان بيكون في عنده زياده او قاعد بيستهلك حديد زياده عن اللزوم. زي في حالات ايش؟ البريجننسي، اذا وحده حامل وهي حامله بهالقاروط ببطنها، هذا القاروط بده ايش؟ يسوي دم لحاله، فهو بيستهلك من الحديد تبع الام، شو بصير عندها؟ ايرون ديفيشنسي. نشوف الكاركترستكس، امبورتنت امبورتنت، كثير 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 مهم. هسا الايرون ديفيشنسي قلنا شو مال الام سي في؟ بيكون حجم خلايا الدم الحمراء بيكون صغير، بتكون لو ام سي في، بتكون مايكروسيتيك. يا سلام عليك، خلينا نحكي بس كلمتين صغار قبل ما نكمل هالكاركترستكس يا اخوان. بالنسبه للحديد، الحديد يخزن وله مخازن في داخل جسم الانسان. وين هاي المخازن؟ وين هاي المخازن موجوده؟ موجوده في داخل خلايا جسم الانسان. حلو، في داخل الخلايا المختلفه هناك مخازن. مين اهم خلايا بتخزن الحديد في داخلها؟ هي الماكروفيجز. مين الماكروفيجز؟ حلوين، هاي الماكروفيجز يا اخوان في داخلها مخزن للحديد، هي لونه اخضر، اسمه فيريتين، والحديد بيكون هي مخزن جواته. فما هو الفيريتين؟ هو مخزن الايرون. حلوين، يا سلام عليك. طيب انا احتجت حديد عشان والله اسوي ار بي سيز، شو بيروح بسوي جسم الانسان؟ هل ماكروفيجز بتطلع الايرون تبعها لبرا وبتروح بتودي لي اياه على الدم. طيب هل الايرون بيمشي بالدم طبيعي؟ اكيد لا، بده ناقل. من هو ناقل هذا الحديد؟ هيو عباره عن كره او جزء مربع شايفينه، هذا بمسك حديد وبنقول يا البولمر، شو اسمه؟ اسمه ترانسفيرين، وهو ناقل الايرون. حلوين، يا سلام عليك. فبكل بساطة عند الفيريتين وهو مخزن الايرون، وعند ترانسفيرين ناقل الايرون، اسمه ترانس يعني الذي ينقل، تمام، ترانسبورتيشن يعني ناقل الايرون. حلوين حلوين. طيب انا يكون واحد عنده ايرون ديفيشنسي، الحديد عنده قليل، برايك المخازن راح تكون كثيرة ولا قليلة؟ اكيد قليلة، ما عنديش حديد، ليش يكون عندي مخازن اذا ما عنديش حديد؟ عدم المؤاخذة، فالفيريتين راح يقل، صح، ممتاز. هنا يا اخوان برايك الترانسفيرين هل بالايرون ديفيشنسي راح يزيد ولا يقل؟ لا، انا بحكي لك انه بيزيد. ليش بيزيد ترانسفيرين؟ بكل بساطه يا اخوان لانه الحديد قليل، فالجسم بيطلع يا عم الحديد قليل، اي ذره حديد بالدم يا اخوان امسكوا لي اياها ودوا لي اياها على البولمره بسرعه، فبيروح بيزيد ترانسفيرين عشان ما يعني ما يتغاضى ولا عن حبه حديد ولا وحده انه تروح عن ايش؟ عن نظره، بحيث كل حبه حديد يمسكها ودي البولمره عشان نسوي ار بي سيز او خلايا دم حمراء جديده. حلوين، الفيريتين بقل والترانسفيرين بزيد. واعطيك قاعده في الطب يا اخوان، القاعده تقول كالاتي، الفيريتين له علاقه بهذا الترانسفيرين، اذا الفيريتين قل ترانسفيرين بزيد، واذا الفيريتين زاد الترانسفيرين بقل، من دون تفاصيل زياده، بكل بساطه عكس بعض، تمام. هسه هون انا عندي بالارون ديفيشنسي شو صار بالفيريتين؟ الفيريتين قل، صحيح، لانه ما في حديد فليش يكون عندي مخازن له، فالفيريتين قل، شو راح يصير بالترانسفيرين؟ بزيد، بس انتهى الموضوع. حلوين، فبكون عندي لو فيريتين وايرون، بكون عندي التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي او اللي ترانسفيرين ناقل الحديد ايش ماله؟ بكون انكريزد، زايد، لانه بحكي لك الجسم ثينكس ذات ذا ايرونز كانت ويل، بفكر انه والله مش قاعد بنقل بشكل منيح، فبروح بمسك كاريز ترانسفيرين وبروح بنتجه بشكل اكثر. طيب بالنسبه للترانسفيرين ساتوريشن، شو ترانسفيرين ساتوريشن؟ اللي هو مدى اشباع للترانسفيرين. تلاقي عندك هون حبه ترانسفيرين، هون حبه، هون حبه، هون كمان حبه، هون كمان حبه، ولكن ايش مال الحديد؟
مش موجود. فهل الترانسفيرن هذا مشبع بالحديد؟ Is it saturated with iron؟ أكيد لا. فرح يكون الساتوريشن وإشباعه بالحديد قليل. فرح يكون low transferrin saturation أقل من 33%. نقطة انتهى. وبالآيرون ديفيشنسي أنيميا زي ما قلت لك يكون قبل شوي فوق بالآر دي دبليو، بيكون عندي زيادة في الآر دي دبليو فيها، أي إنه خلايا دم الحمراء بيكون فيها كثير اختلاف في الشكل وكثير اختلاف في الأحجام. تمام؟ خلينا نشوف على البلاد فايندينج شو بلاقي. بلاقي هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، عرفناها انيميا بيكون خلايا فيها صغيره وبيكون هاي اللي هي البالر اللي بالنص بخلايا الدم بيكون كثير كبير. حلو حلو. عندي انيسوسايتوسيس وبوكيلوسايتوسيس، يعني عندي اختلاف في الاحجام واختلاف في الاشكال، قلنا ار دي دبليو كثير. تمام. وبكون عندي لو ريتيكولوسايت كاونت. ليش؟ حكينا قبل شوي قلنا الريتيكولوسايتس بتكون قليله في حالتين، يا البون مارو خربان يا الماتيريال المواد اللي بحتاج لانتاج الار بي سيز مش منتجه، از ديفيشنت، ومن هاي المواد الايرون. فما انه الايرون مش موجود ما راح اقدر انتج اي ار بي سيز منيحه، فراح يكون الريتيكولوسايتس قليله، بس انتهى الموضوع. تمام تمام. الكلينيكال بيكتشر يا اخوان، بقول لك بالكلينيكال بيكتشر بالنسبه لمرضى الايرون ديفيشنسي انيميا، بقول عندهم فتيق، عندهم تعب عام، عندهم بالر، عندهم شحوب، عندهم شيء اسمه بيكا. ما هو البيكا؟ البيكا يا اخوان هو انسان يبلش يعض حديد، نحاس، الومنيوم، اجري، تراب، اي شيء قدامه بعض عليه. هذول الناس they have craving وشهيه for non food substances، بوكلوا كل شيء بالحياه. تمام. طبعا حرفين هو ليش بتلاقي قاعد بوكل التراب ولا بوكل الحديد ولا نحاس؟ عشان عنده فقر حديد. وهذا شيء اي نو انه انت تتخيل انه شيء مش منطقي او شيء غريب، ولكن عن جد هذا اللي بيصير. بصير عندهم كثير شهيه لهي الشغلات اللي هي لا تعتبر نون فود سبستانسز. والانسان عنده ار ديفيشنسي انيميا عنده جلوسايتس، التهاب في اللسان، تشيليوسيس. شو تشيليوسيس؟ هو التهاب في المنطقه المجاوره للفم، هاي الموجوده بزاويه الفم اسمها تشيليوسيس. تمام. وبتلاقي عنده سبون نيلز او كويلونيشيا، بتلاقي اللي هي الاظافر تبعته فايت اللي جوه ما هي طالعه لبرا. حلوين. هسه عباره بس اعراض ار ديفيشنسي انيميا بس. طب كيف بدي اعالج عنده اي دي اي او ايرون ديفيشنسي انيميا؟ ايرون اعطيه، بس اعطيه حديد، اعطيه تبتات حديد استراحت. هسه هذا الايرون ديفيشنسي انيميا اخوان هو انيميا، فهو يعتبر عرض لمرض كبير صح؟ يعتبر the earliest، بعض الاحيان the earliest manifestation of underlying disease، يعتبر المانيفستيشن او اللي هي العرض الاول اللي ممكن يطلع عندي لمرض بعده مش كاشف او بعده مش ظاهر. فممكن انا الاقي ب 10 ل 20% of iron deficient patients عندهم سرطانات، و 50% من الايرون ديفيشنت patients او اللي هو اللي عندهم ايرون ديفيشنسي تلاقي عندهم ايش؟ جيرد او اللي هو الارتداد المريئي. حلوين حلوين. فوز ثاني مرض الثلاسيميا. الثلاسيميا يا اخوان عشان بس اكون معكم واضح، وإشي جدا جدا تافه في الثلاسيميا. الثلاسيميا انه انا عندي مشكله في تكوين الهيموغلوبين. طيب عيني وراسي، الهيم ولا الجلوبين؟ شنو هيموغلوبين؟ قلنا جزئين، هيم اللي هو الحديد والجلوبين اللي هو البروتين. اي جزء منهم؟ لا اللي هو الجلوبين، جزء الجلوبين جزء البروتيني. طيب ليش انا عندي مشكله بتكوين الجلوبين؟ لانه يا اخوان الجلوبين بالنهايه وانت اخذته بالجينيتكس، اخذته جينيتكس، الجلوبين بروتين. والبروتين كيف بكونه انا؟ بيكون عندي دي ان اي، هاي الدي ان اي بتعطيني ام ار ان اي صح؟ وهذا الام ار ان اي بده يعطيني بروتين. والجلوبين هو نوع من انواع ايش؟ هاي هون بدي احطه بين قوسين، زي الجلوبين نوع من انواع البروتينات صح؟ انا اخوان بالثلاسيميا هو مرض متوارث، بتكون الجينات ها جينز ها بالدي ان اي، الجينات المسؤوله عن تكوين هذا الجلوبين ايش مالها؟ صار فيها طفره خربت. فهل في جينات لتكوين الجلوبين عندي في الثلاسيميا؟ لا بكون خربانه. فهل في عندي جلوبين؟ ما في عندي جلوبين. فهل في عندي هيموجلوبين ينقل اللي هي اكسجين؟ لا. فشو بصير في عندي؟ فقر دم. حلو. فاذا هي عباره مايكروسيتيك انيميا، انا من التيل زي ما حكينا اول تي تي، بكون عندي كوانتيتيف هيموجلوبين باثي. باثي معناها اختلال، هيموجلوبينو هيموجلوبين كوانتيتيف عددي، فعندي اختلال عددي في ايش؟ في الهيموجلوبين. فيش هيموجلوبينز كفايه. شو سببها؟ طفرات في الجينات التي تنتج الالفا والبيتا تشينز. شلون بعرف الهيموجلوبين؟ وكل هيموجلوبين فيه اربع سلاسل بروتينيه، اثنتين الفا وثنتين بيتا. اتوقع اخذتوها زمان بالبيو وحطوها بالفيسيو وكل اشياء الحياه، بينه الهيموجلوبين فيه سلسلتين الفا وسلسلتين بيتا، هاي شغلات بيسك يعني صح. فانا بكون عندي مشاكل يا بالبيتا يا بالالفا، وعلى اساس انه والله عندي مشاكل بالبيتا او بالالفا قسموا هالثلاسيميا، قسموها يا لبيتا ثلاسيميا يا لالفا ثلاسيميا. والله بدها علم. اذا انا الجلوبين، اذا انا عندي البيتا جلوبين تشينز هي سلاسل بروتين من نوع بيتا، هي الجينات اللي فيها خربانه، انه البيتا مش قاعد بنتج عندي هاي سلاسل بيتا البروتينيه، بيتا ثلاسيميا. اذا سلاسل البروتينيه من نوع الفا في هذا الهيموجلوبين مش قاعد تتكون، هذا الفا ثلاسيميا. بس انتهى الموضوع. تمام. هسه يا اخوان
نفوت على البيتا ثلاسيميا ونحكي عنه كلمتين صغار. صراحة أنا اللي هو البيتا ثلاسيميا والألفا ثلاسيميا الدكتور يعني ما شرحهم بالتفصيل، ذكرهم ذكر، ولكن في السنين السابقة كان يجيب عليهم أسئلة بتفاصيل بعض الأحيان، ومهمات لإلكم أنتم صراحة كدكاترة. بالنهاية البيتا ثلاسيميا يا إخوان له نوعان ماينر وميجر، قبل ما نفوت على أنواعه خلينا بس نفهم شغلة عن هذا البيتا ثلاسيميا. أنا يا إخوان قلت لكم المشكلة بتكون بإيش؟ المشكلة بتكون بالجينات، صح؟ خلينا نحطها أسفل، ممتاز. هذا عبارة عن كروموسوم وهذا كروموسوم ثاني. أنا بعرف الإنسان عنده 46 كروموسوم، 23 من الأب و23 من الأم، صح؟ ممتاز، هاي كروموسوم الكبار بعض. أنا بدي أطلع على الجين تبع البيتا، هون بيكون له الليل وهون بيكون له الليل. هذول شو مسؤول عن تكوين مين؟ تكوين مسؤولات عن تكوين البيتا تشين، عن سلسلة البروتينية بيتا في الهيموغلوبين. حلو. أنا يا أخوان القصة فيها بكل بساطة إنه هذا الليل ممكن يصير عليه واحدة من أو يصير عليه طفرات، واحدة من نوعان هاي الطفرات. الطفرة الأولى ممكن تصير عليه اسمها بيتا بلس، الطفرة الثانية اسمها بيتا زيرو. شو هاي الطفرات؟ البيتا بلس بأنه أنا بعدني بنتج، بعدني بنتج بيتا تشينز، عفوا هاي مش هاي، شو البيتا هاي؟ بيتا تشينز، ولكن إيش معنى بيتا تشينز؟ they are decreased. فهذا اللي هو البيتا بلس أدى إلى ماذا؟ إلى decrease البيتا تشينز، مش إنه نهاهم، لا، هذه طفرة البيتا بلس أدت إلى أنه نقصان في كمية البيتا تشينز تطلع من هذا القليل. حلو؟ طفرة البيتا زيرو تؤدي إلى لغي هذا القليل تماما، ببطل ينتج عندي ولا أي بيتا تشين منه، تمام؟ فإذا هذا القليل ممكن يصير فيه واحدة من طفرتين، يا بيتا بلس يا بيتا زيرو. البيتا بلس انه والله بعدني بنتج بيتا تشينز، ولكن ايش مالها؟ قل عددها. طفرة البيتا زيرو انا هون بطل انتج ولا اي بيتا تشينز من هذا القليل. حلو. الثلاسيميا يا اخوان راحوا قسموها لايش؟ لجزئين، يا ما طبعا هاي بيتا بلس انه ما في اي جلوبين تشينز، بيتا زيرو عفوا بيتا بلس بيتا صفر بيتا زيرو عفوا انه نو جلوبين تشينز، بيتا بلس انه ريديوست. حلو حلو. البيتا ثلاسيميا قسموهن يا اخوان الى ماينر وميجر، على اي اساس؟ على حسب ان انا عندي كم الليل هون، هاي الليل وهاي الليلين. اذا الليل واحد بس هذا اللي صار فيه خراب، صار عليه طفرات، هذا بسميه ماينر. اذا اللي هي الاثنين هذا وهذا صار عليه طفرات بسميه ميجر. حلوين. طبعا بغض النظر عن شو نوع الطفرات اللي هي بي بلا بيتا بلس ولا بيتا زيرو، خاص طفرات بشكل عام. حلو. فانا البيتا ثلاسيميا ماينر انه انا بكل بساطه ون اب نورمال الليل، وبالعاده بتكون اي سيمتوماتيك، ما عليها اي اعراض. ليش؟ لانه عندي الليل ثاني بعده صالح، من هذا خرب هذا بعده صالح 100% من تجربه بيتا تشينز فيه اي مشكله. حلو حلو. هسه يا اخوان انا عندي قلنا الهيموغلوبين بشكل عام فيه اربع سلاسل بروتينيه، صح؟ بيكون فيه ثنتين الفا وثنتين بيتا، هذا الهيموغلوبين الطبيعي تبع جسمي. ولكن هناك انواع اخرى من الهيموغلوبينز. فين الهيموغلوبين تبع جسمي الطبيعي بيكون اسمه هيموغلوبين A. شو بيكون اسمه؟ هيا خلينا نكتب لك اياه هنا جنب، بيكون اسمه HbA. هذا بيكون فيه يا اخوان ثنتين بيتا وثنتين الفا، هذا الطبيعي. ولكن في البيتا ثلاسيميا انا ما في عندي بيتا، صح؟ فانا بدي اعوض اشي مكان هالبيتا، فبيروح جسم الانسان بنتج نوع هيموغلوبينز اخريات زي الهيموغلوبين A2 والهيموغلوبين F. هذا الهيموغلوبين A2 بيكون فيه ثنتين الفا وثنتين دلتا، تمام؟ هيموغلوبين اف بتلاقي عندك ثنتين الفا وعندك ثنتين جاما، اوكي؟ فبكون هذول شوي زيادات عن الحد الطبيعي تبعهم. ولكن بشكل عام الماينر بيكون اسيمتوماتيك ومش هالاعراض الكبيره عنده. مين اللي بخاف منه انا؟ الميجر اللي بيكون عندي تو ديفكتيف الليز، الليلين خربانات. طيب يا اخوان والله انا لوني اشوف انه والله انا اتخيل انه هذا عنده طفره وهذا عنده طفره، هسه الطفرات ممكن تكون ايش؟ قلنا يا بيتا بلس يا بيتا زيرو، صح؟ شو اخطر نوع طفرات ممكن تصير عندي في الميجر؟ انه يكون على هذا القليل صار طفره بيتا زيرو وهذا اللي صار عليه بيتا زيرو، انه هذا بطل ينتج لي بيتا بالمره وهذا بطل ينتج لي بيتا بالمره. هذا اخطر نوع من انواع الثلاسيميا ميجر، تمام؟ انه بحيث البيتا زيرو، بيتا زيرو از ذا موست سيفير فورم. حلوين. متى تطلع الاعراض عند الانسان؟ بعد 6 ل 9 اشهر من الحياه، لانه بيكون في داخل جسمه بعده ايش؟ دم من دم اللي هي امه اللي حملت فيه، فبكون بعد شويه عادي ماشي فيها يعني. طب كيف انا بدي اعالج البيتا ثلاسيميا ميجر؟ انا المشكله عندي اياها في البون مرو، انه والله انا عندي الاليلات والدي ان اي نفسه مش قاعد بايش بنتج هاي البيتا او البيتا تشينز. فشو انا بروح بسوي له؟ بكل بساطه بسوي له بون مرو ترانسبلانتيشن، بزرع له نخاع عظم جديد فيه دي ان اي وفيه اليلات صالحه، انتهى الموضوع. طبعا هذا الانسان ما عندهوش بيتا بالمره
فالهيموغلوبين اف اللي بيكون في عنده جاما والاي 2 اللي بيكون عنده دلتا بدل هذا البيتا شو معنى بيكونن؟ بيكونن فيري هاي. اي 2 بيكون انكريزد ولكن اتش بي اي بنعرف فيه 2 بيتا 2 بيتا 2 الفا بيكون ابسنت غير موجود. حلوين حلوين. هذا بدي اياها وهي بدي اياها. انا بدي اياك صراحه اذا بدك عشانك انت تقدر تعرف لي بس هاي معلومه انه اكسترا ميدلري هيماتوبويسس، انه انا يا اخوان في البيتا ثلاسيميا ميجر بيصير في عندي انا انتاج كمية هيماتوبويسس، بويسس انتاج وهيماتو خلايا دم، بصير انتاج للار بي سيز بخارج البون مارو، اكسترا مدلري اي خارج البون مارو، بتلاقي احيانا الكبد بلش ينتج ار بي سيز بدل ايش البون مارو، البون مارو ممكن يكون ايش ماله خربان، تمام؟ تمام. في في البيتا ثلاسيميا يا اخوان بشكل عام بلاقي بعض ايش؟ الفايندينجز على البلد سمير، اذا انا اخذت والله عين خلايا وطلعت عليها الميكروسكوب بشوف نوع خلايا ايش؟ معين. بلاقي ايش اسمه تارجت سيلز. هي تارجت سيلز بكون شكل خلايا كالاتي، هيك بكون شكلها عارفين زي التارجت تبع الاسهم، هذا في عندك زي نقطه بالنص. بتلاقي عندك سفيروسايتس. شو ما هي السفيروسايتس؟ سفيروسايت زي ما حكينا هي عباره عن خلايا بتلاقي ايش كلياتها حمراء هايبركروميك ما فيهاش اي بالر بالنص. هاي سفيروسايت تارجت سيلز وين بشوفها هسه؟ بالبيتا ثلاسيميا. ليش؟ مش مطالب منكم صراحه اذا اسمنا نفوت فيها بالمحاضره كامله بس ليش بس عندك تارجت سيلز. حلوين حلوين. نحكي عن الفا ثلاسيميا كلمتين. الالفا ثلاسيميا يا اخوان بكل بساطه انا عندي الديليشن ميوتيشن او عندي طفره انا ايش بالالفا جينز بجينات الفا، تمام؟ هون كان بجينات مين؟ جينات اللي هي البيتا، جزء البيتا. هون اسمنا كان جينات الالفا، هاي بتسوي لي الفا ثلاسيميا. حلوين حلوين. طيب والله برايكم مين اخطر، الالفا ثلاسيميا ولا البيتا ثلاسيميا؟ اذا كان والله الاثنين الثنتين تبع البيتا ثلاسيميا بيتا الفا ثلاسيميا في الموست ميجر فورم تبعهم، البيتا ثلاسيميا ميجر ولا الالفا ثلاسيميا ميجر بتكون؟ لا يا اخوان الفا ثلاسيميا ميجر. ليش؟ لانه البيتا ثلاسيميا لو انه البيتا راح انا عندي اتش بي اف واتش بي اي 2 بقدر اعوض مكان البيتا تشينز، ولكن لما يروح من عندي الالفا لاحظ الاتش بي اف بده كمان الفا، الاي 2 بده كمان الفا، فبيروح من عندي كل انواع الهيموغلوبين الانسان بيودع وبيعيد. حلو حلو. هسه اخوان عشان نشوف الالفا ثلاسيميا على اللي هو على السريع تختلف شيء اختلاف بسيط عن البيتا. البيتا كان ايش ماله؟ كان عندي والله كروموسومين بقليل بقليل صح؟ حلو. بينما هون لا، هون انا عندي هاي كروموسومين وهون قليل وهون قليل وهون قليل وهون قليل، كم كوبي كم نسخه كم قليل؟ عندي اربع قليلات. اوكي خلينا نشوف. انا عندي كل الاربع قليلات صالحات، طبعا هذا ايش الوضع النورمال، هي النورمال انه يكون هاي الفا 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 كلهم صالحات. طيب نفترض واحد من القليلات هذا صار عليه طفره خرب، هيو هون مش موجود، شايفين كيف مش موجود؟ صار انه هون خربان ولكن هون صالحات. شو بسميها هاي؟ سايلنت الفا ثلاسيميا. الفا ثلاسيميا بتكون اسيمبتوماتيك، ما بكونش عنده اي عرض لانه عندي ايش واحد اثنين ثلاث كلهم صالحات. طيب نفترض انه والله في واحد ثاني ما حاض خرب، سواء كان مثلا هاض او سواء كان على نفس الجهه تفرقش. انا هذا انه والله انا عندي واحد اللي خرب على نفس الجهه او اثنين من نفس الجهه تفرقش، انه اثنين خربوا لحد الان، هذا بسميه الفا ثلاسيميا تريت تريت. فاذا اذا واحد قليل واحد خرب شو بسميها هاي؟ سايلنت الفا ثلاسيميا. اذا اثنين خربن قليلين خربن بسميها الفا ثلاسيميا تريت او الفا ثلاسيميا ماينر، كمان بتكون اسيمبتوماتيك. طيب نفترض عندي خرب الثاني وخرب الثالث بعده شو بصير هون اسمها؟ شو اسمها؟ اتش بي اتش ديزيز او الفا ثلاسيميا انترميديا. لاحظوا لما كانت الثنتين خربانات كان ماينر، هون صارت انترميديا الوسط، عندي ثلاث خربانات. هون ببلش تظهر عليه اعراض، بكون عنده مايكروسيتك انيميا وعنده بون تشينج تغيرات في العظم. ولكن متى المشكله عندي؟ اذا كلياتهم الاربعه خربن، هون بفوت على المرحله الرابعه من الفا ثلاسيميا اللي هي بسموها هيموغلوبين بارتس هايدروبس فيتاليس او الفا ثلاسيميا ميجر. هاي الميجر هي اهم واحده، هي بدي اسم الفا ثلاسيميا صراحه اهم. بيكون الاربعه خربانات. طبعا هذا الانسان اللي بيكون مثلا في بطن امه وعنده الاربعه خربانات ات از فيتال ان يوترو، هذا ولد بيموت وهو بطن امه ما بيعيش اصلا، ما بنولد عايش، او اذا ولد عايش يا دوب تستنى عليه كم يوم بيكون كمان ميت. تمام سهله يا سلام عليك، هاي الثلاسيميا. طيب نفوت على الحبشتكنات اللي احنا كثير بنحبها اللي هي الميغالوبلاستيك انيميا. ميغالوبلاستيك انيميا قلنا كلمه فوق كثير عندناها، كلمه ميغالوبلاستيك انه مشكله بمين؟ يا بي 12 يا فوليت، انتهى الموضوع. والميغالوبلاستيك شكل من اشكال اي انيميا؟ مايكروسيتيك ولا ما نورموسيتيك ولا ماكروسيتيك؟ كنا هي الماكروسيتيك انيميا شكل من اشكالها صح؟ ممتاز. هي تعتبر الموست كومون كوز اوف مايكروسيتوسيس صراحه. يعني عندي ميغالوبلاستيك
حكينا ونون ميجالوبلاستيك صح. مين الاشياء بينهم؟ الميجالوبلاستيك انيميا هي الاشهر من الاشياء او المور كومون من الماكروسايتوسيس. وقلنا شو كلمه ميجالوبلاستيك معناها؟ انه يا بي 12 ديفيشنسي يا فوليت ديفيشنسي. طيب خلينا نحكي شوي عنهم. الفوليت والبي 12 شو بتدخلوا لي؟ هذول الجزء الله يرضى عليهم بدخلوا لي في تكوين الدي ان اي تبع الخلايا. حلو. فلما يكون عندي مشكله بالبي 12 والفوليت بصير عندي امبير دي ان اي سينثيسس، مشكله في تكوين الدي ان اي تبع الخلايا. حلو. فانا يا اخوان هاي الخليه بتلاقي السيتوبلازم تبعها والعضيات كلهن شخه وبجنن، ذي ار ماتشور تماما. فالماتشوريشن تبع السيتوبلازم فل الفل، ولكن الماتشوريشن تبع النيوكليوس والنواة والدي ان اي ايش ماله؟ اتز ديليد، ففيه مشكله. فبتلاقي الخليه فيها جزئين، النواة متاخر ايش نضوجها، ولكن السيتوبلازم نضوجه 100%. شو بسميها هاي الشغله؟ النيوكليير سيتوبلازميك اسينكروني. اسينكروني معناها عدم اي، معناها عدم، وسينكروني معناها توافق، عدم توافق بين نضوج السيتوبلازم والنيوكليوس. النيوكليوس مش ناضج وهذا كان سيتوبلازم ناضج. تمام تمام. بتلاقي عنده كمان انفكتيف يوريثروبويسس، اي خلل في انتاج خلايا دم الحمراء، نقطه انتهى. وقلنا فوق بالميجالوبلاستيك انيميا شو ممكن يصير عندي؟ بان سايتوبينيا، اي نقصان في كل خلايا الدم. ليش؟ لانه هذول الاثنين بيدخلوا بتكوين الدي ان اي تبع كل الخلايا يا اخوان. فممكن يصير في عنده مشاكل بالجرانيولوسايتس، هي وايت بلاد سيلز يعني، والبليتلتس. طب شو في عندك بتلاقي تغيرات على هاي الخلايا؟ بتلاقي عندك، وهي كثير مهمه، هايبر سيجمنتد نيتروفيلز. نيتروفيلز وهي نوع من انواع خلايا دم بيضاء، خلايا مناعيه، بتلاقيها هايبر سيجمنتد كثير كبيره. وكيف النواة تبعها مقسم مليار قسم، شايفين هون كيف؟ هاي سميها هايبر سيجمنتد. وبتلاقي البليتلتس كمان كبار، تقييم الضخمات. يعني باختصار كلمة ميجالو، ميجا ميجا كبير، تلاقي كل اشي كبير عنده. بتلاقي الار بي سيز كبراني، نيتروفيلز كبراني، وايت بلاد سيلز كبراني، بليتلتس كبراني. فما هي الهول مارك تبع هذا الميجالوبلاستيك انيميا؟ هي سيلولار جايجانتيزم، اي تضخم الخلايا. فبتلاقي عند هاي الخلايا او الار بي سيز، يعني بتلاقي الهيموغلوبين فيها ايش؟ قليل. ولكن الام سي في ماشي، بسم الله ما شاء الله، بصلاه النبي خليه الدم الحمراء هالكبر هيك. تمام، يا سلام عليك. هسه يا اخوان نشوف على البريفرال بلد فيتشرز. انا والله اخذت هاي الخلايا طلعت عليها تحت الميكروسكوب، شو بشوف؟ انا اللي بيهمني النيتروفيلز وهذا السي ان اس اللي تحت، الباقي بس قراءه سريعه صراحه. ولكن نقراهم. الار بي سيز شو بتلاقي بالار بي سيز؟ الار بي سيز بتلاقيها اول شيء ماكروستاتيك كبيره، غير هيك غير انها ماكرو تلاقيها اوفالوسايت. شو معنى كلمه اوفالوسايت يا اخوان؟ انا خلايا دم الحمراء بالوضع الطبيعي كيف المفروض يكون شكلها؟ كروي زي هيك، دائري صح. بالميجالوبلاستيك انيميا بتلاقي شكل خلايا دم الحمراء زي هيك بيضاويه اوفال، فبسموها اوفالوسايت. تمام. وبتلاقي عنده كمان انيسوبويكيلوسايتوسيس، اي اختلاف في الاشكال والاحجام كثيره، وهي تقريبا بتلاقيها بمعظم الايش؟ بمعظم الانيميز. بالنسبه للنيتروفيلز شو بتلاقي عنده النيتروفيلز؟ قلنا هايبر سيجمنتد نيتروفيل، فيها كثير انقسامات في ايش؟ في داخل النواه تبعتها، وكثير كبيره هاي النيتروفيل. هاي الهايبر سيجمنتد نيتروفيل اذا شفتها على طول ما بتحكي كلمتين، هاي ميجالوبلاستيك انيميا، يا مشكله بالفوليت يا مشكله بي 12 بس. تمام. عندك بليتلتس، تلاقيها لارج بليتلتس، متضخمه البليتلتس كثير كبيره. بون مارو اشطب لي اياها، بتهمنيش. اذر مانيفيستيشنز غير اللي هي شغلات الدم، شو كمان بتلاقي عنده اعراض يا اخوان؟ بالنسبه للبي 12 والفوليت يا اخوان ايضا يدخلوا في تكوين الميوكوزا، وهي طبقه داخليه من ايش؟ من الاعضاء، عند زي المعده الامعاء، الطبقه الداخليه اسمها ميوكوزا صح. هاي الميوكوزا بتلاقي فيها اتروفي، تاكل ونقصان في الحجم في الميوكوزا. ليش؟ لان البي 12 والفوليت بتدخلوا في تكوينها. هاي واحد. ثانيا السي ان اس، بس عندي مشاكل بالجهاز العصبي المركزي. مد لي سهم بخط ايدك عند السي ان اس هون، واكتب لي بي 12 فقط 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 بي 12. يعني لما يكون الانسان عنده فقر في البي 12 هو اللي بيسوي له مشاكل بالسي ان اس، فقر في الفوليت ما بيسوي له مشاكل بالسي ان اس. حلوين، ممتاز. فهذا يا اخوان القصه شو بتصير عندي؟ انه انا هذا السي ان اس او الجهاز العصبي، خلينا نطلع على شكل الاعصاب اللي فيه. بتلاقي العصب ماشي هيك بشان الله، وفي حواليه ايش؟ طبقه دهنيه اسمها مايلين شيث. هاي مايلين شيث تسرع نقل السيال العصبي وتحمي العصب. هذا المايلين شيث شو اللي بيحفز تكونه؟ البي 12. حلو. فالبي 12 هو اللي بيساعد على انتاج هذا المايلين شيث. من دون بي 12 راح يصير عندي دي مايلينيشن اوف ذا سباينال كورد، نقطه انتهى.
راح يريحوا عند المايلين هذا وراح تخرب الاعصاب، وهي وين ما اشوفها بس بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي. طيب والله واحد سؤال عنده، مثلا عنده واحد صار عنده ديمالينيشن بهذا السبانال كورد، ورحت انا اعطيته فوليت، هل بتحسن؟ لا، سي ان اس بروبلمز از نوت كوركتد باي فوليت، على عكس الانيميا. يعني نفترض انه واحد عنده ميجالو بلاستيك انيميا وبسبب البي 12 ديفيشنسي، وهذا البي 12 ديفيشنسي غير انه سوى له انيميا كمان سوى له مشاكل بالسي ان اس، ورحت اعطيته انا فوليت، الفوليت بيروح بيعالج الانيميا. صحيح انه والله انا عندي البي 12 وخربان، ولكن الفوليت بيعوض مكان البي 12 عادي، بيصلح لي ما في مشكله، ولكن الفوليت ما بقدر يعوض لي مكان البي 12 في السي ان اس ويصلح لي السي ان اس. تمام، يا سلام عليك، اجل مش كثير بتهمني انا. وهاي الكونديشن انه انا السي ان اس فيه ديمالينيشن يا اخوان، بسميها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. ديجنريشن اي خراب، وكومبايند اي بجهتين الجهاز العصبي. بتلاقي عنده الجهاز العصبي الحركي الموتور والسنسوري الحسي، الاثنين خربانات، لانه البي 12 بيسوي المايلين شيث، هاي اللي بتكون على كل الاعصاب سواء حركيه او حسيه. تمام، يا سلام عليك. طب نحكي عن البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي هيك حبتين، خلينا نحكي عن البي 12 بالاول. البي 12 كم ما كان ديفيشنسي تبعه، اين يتم امتصاصه يا اخوان؟ البي 12 من بين كل الامعاء يتم امتصاصه في اخر جزء في الامعاء الموجود هون اللي اسمه الايليوم. الايليوم تمام، كيف بيمتص؟ خطوتين. شايفين المعدة هاي؟ بتفرز مادة، ركزوا معي، بتفرز مادة اسمها انترنزك فاكتور. يا سلام عليك يا رياض. انترنزك فاكتور بيروح لي على الإيليوم، بحفزه انه يمتص البي 12. رياض حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض. انترنزك فاكتور من المعدة بيروح على الإيليوم، بحفزه انه حاول يمتص البي 12 بس. تمام، فالبي 12 از بس ابزورد بالإيليوم، وبعد ما امتصه يتم تخزينه في داخل جسم لفتره زمنيه طويله، تقريبا 3 سنين، a very long time. والبي 12 يكون له وظيفتان، قلنا فوق بين له وظيفه بتدخل دي ان اي سينثيسس، وله وظيفه كمان ايش؟ بالمايلين شيث، صح؟ فله رول عفوا بالدي ان اي سينثيسس والنيورال مايلينيشن. طب ما هي اسباب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ الاتي: مال نيوتريشن، اي سوء تغذيه، زي الفيجينيزم، هذول تبعون الفيجن اللي بياكلوش لحمه عشان بيخافوا على الحيوانات. يا بي يا حبيب قلبي انت. غير المال نيوتريشن يا اخوان، عندك بيرنيشس انيميا. ما هو البيرنيشس انيميا؟ بيرنيشس انيميا هو عباره عن مرض مناعي. مرض مناعي يا اخوان بيكون عندي انا اوتو انتيباديز، اجسام مضاده بتروح بتهاجم لي الانترنزك فاكتور، اللي هو هذا قبل شوي قلنا ايش بنفرز من المعده، اللي بحفز الايليوم انه ايش؟ يمتص البي 12. طيب إذا ما في انترنزك فاكتور، هل الإيليوم بقدر يمتص بي 12؟ لا. فلما بالبيرنيشس أنيميا، لما يصير في عندي أنا أنتي باديز تهاجم هالانترنزك فاكتور وتدمر لي إياه، بطل في انترنزك فاكتور، بطل في امتصاص البي 12. تمام. كمان كرونيك مال أبزوربشن، أي اختلال في الامتصاص مزمن بسبب أمراض مزمنة زي كرونز ديزيز، سيلياك أي بي دي إلى آخره، أي مرض بخل بالامتصاص يؤدي لبي 12 ديفيشنسي. جاستريكتومي، قص معدة. إذا واحد قسمعته ليش بده يصير عنده والله بي 12 ديفيشنسي؟ المرة المليار، المعدة هي اللي بتفرز الانترنزك فاكتور اللي بيروح على الإيليوم بحفزه إنه يمتص البي 12. فيش معدة يعني فيش انترنزك فاكتور، يعني فيش إيليوم يتحفز ليمتص البي 12 بس. وكمان الإيليوم ريسكشن بتسوي فيتامين بي 12 ديفيشنسي، لا ليش؟ لأنه كل البي 12 بيتم امتصاصه بالإيليوم، إذا شلنا هالإيليوم فيش امتصاص البي 12. طب شوف عندي اعراض بتطلع على الناس اللي عندهم بي 12 ديفيشنسي. اول شيء بتلاقي عندهم ديمنشيا، خرف، هاي واحد. ثانيا بتلاقي عندهم سب اكيوت كومبايند ديجنريشن، بتلاقي عندهم ايش؟ المايلين راح من كل اعصاب السي ان اس، بصير عندهم ديجنريشن وخراب في هذه الاعصاب الحركيه والحسيه. بتلاقي عندهم انيميا وذ هاي ام سي في، فقر دم، والام سي في عالي، ميجالو بلاستيك، ماكروسيتك بيكون، صح؟ بتلاقي عندهم جلوسايتس، التهاب في اللسان. فالجلوسايتس وين شفنا لحد الان؟ شفناه بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي هم قالوا بلاستيك انيميا، وشفناه بال ايرون ديفيشنسي انيميا هون قبل شوي، صحيح؟ يا سلام عليك. طيب بالنسبه للفوليت ديفيشنسي، الفوليت ديفيشنسي يا اخوان على عكس البي 12، بدك تعرف عنه معلومه شويه. البي 12 كنت بمتصه وبخزنه لمده تقريبا 3 سنين، صح؟ الفوليت لا، الفوليت بمتصه ولكن يتخزن لفتره زمنيه قصيره تقريبا 3 اشهر ماكسيمم. تمام، طيب انا شو اسباب الفوليت ديفيشنسي؟ تقريبا شغلات مشابهه، يعني هون كان مال نيوتريشن، هون بور انتيك، يعني مش قاعد باكل ايش؟ شغل فيها فوليت. هون كان عندي مال ابزوربشن، هي مال ابزوربشن، عندي مشاكل في الامتصاص. ولكن شوف عندي كمان شغلات زياده هون، الكهوليزم
اذا واحد بيشرب كحول تؤثر على امتصاص الفوليت. بعض الدرجز والادويه يحطوا لي عليها 3 مليار نجمه. في عندي بعض الادويه اللي ممكن واحد ياخذها، هاي الادويه تؤثر على امتصاص الفوليت ويؤدي لفوليت ديفيشنسي. شو ان هذول الادويه؟ بدي اياكم تحفظوا لي يعني 3 ادويه، ميثوتروكزيت، ترايميثو برايم، وفينيتوين. احفظ لي ميثو تراي فين، ميثو تراي فين، هيو ميثو تراي فين بس، ميثو لميثوتروكزيت وتراي لترايميثو برايم وفين لفينيتوين بس. وعندك increased requirements اذا والله واحدة مثلا كانت حامل وهذا ابنها بده يسوي خلايا عندها محمراء جديد، راح يستهلك هالفوليت فراح يبطل عنده فوليت، بداش قصة. طيب هل الفوليت له علاقة بتكوين المايلين تبع السي ان اس؟ لا، بس مين؟ بس البي 12. فالناس اللي عندهم فوليت ديفيشنسي they will have no neurological symptoms، ما عندهم اي اعراض بالاعصاب، بس عندهم ايش؟ بس انيميا وذا امسف، عندهم مشاكل بالايش؟ بالانيميا، فقر دم. فيا اخوان مهمه نوتيه جدا جدا مهمه، اذا واحد عنده بي 12 ديفيشنسي، عنده فقر في البي 12، فايش راح يكون عنده هذا الفقر البي 12؟ راح تلاقي عنده انيميا وعنده مشاكل عصبيه. انا رحت بدل ما اعطيه بي 12 رحت اعطيته فوليت، رحت عالجته زي كانه فوليت ديفيشنسي، اعطيته فوليت انا ما اعطيته بي 12. هون هذا الفوليت راح يروح يعالج الانيميا، ات ويل ماسك ذا هيماتولوجيكال سيمتومز، راح تعالج اعراض اللي هي الدمويه او الانيميا، ولكن it can never correct the neurological problems، مستحيل تعالج الأعراض العصبية. تمام، يا سلام عليك. حسن فوت على مرض ثاني اللي هو الأنيميا of chronic disease. هسا يا أخوان قاعدين بحكي أنا إيش؟ أنا والله واحد في عنده مرض مزمن، هذا مرض مزمن سواله أنيميا. فالناس عنده مرض مزمن وين بلاقيهم كثير؟ بالمستشفيات. فهذا الأنيميا of chronic disease بقولك it's the most common form of anemia بال hospitalized patients، بالمرضى اللي قاعدين بالمستشفى أكثر نوع أنيميا بلاقيه عندهم اللي هو anemia of chronic disease، لأنه بالعادة شو بيكون عندهم هم أصلاً chronic diseases. تمام، patient with any chronic disease commonly have anemia، أي واحد عنده مرض مزمن يا أخوان على الأغلب بس عنده أنيميا. طيب ليش؟ خلينا نفهمها مع بعضينا. بيجي بقول لك انه انا نفترض انه واحد صار في عنده انفلاميشن، هون انفلاميشن، هذا الانفلاميشن راح يفرز لي، راح يفرز لي انترلوكين 6. هذا انترلوكين 6 هو عباره عن زي ما تحكي انه ماده راح تنفرز من الانفلاميشن، حلو حلو، سايتوكاين يعني. انترلوكين 6 هذا راح يروح يسحب حاله ويروح على وين؟ على الكبد، على الليفر. بالكبد هون راح يتحفز الكبد انه يفرز ماده اسمها هيبسيدين. فاذا انفلاميشن طلع انترلوكين 6، هذا راح على الكبد حفزه يفرز هيبسيدين. هذا الهيبسيدين من الكبد شو راح يسوي؟ بسوي لي شغلتين. الشغلة الأولى بأنه بيروح على مخازن الحديد الفريتين هذا الموجود في الماكروفيجز، وبمنحها إنها تطلع الحديد منها، بتخلي كل حديد جواتها خاوة، فإنهبس ريليس. فهل هذا الحديد بقدر استفيد منه؟ ما بستفيدش منه أبدا. وثاني إشي كمان، هذا الهيبسيدين يا أخوان بيروح لي على الجت، بيروح على الأمعاء وبيثبط الأيرون أبزوربشن، بيثبط امتصاص الحديد. تمام، فهون انا صار الانسان شو في عنده؟ صار في عنده زي ما تحكي عارفين فقر في الحديد. وبش بس هيك، حتى الانفلاميشن بنفسه يا اخوان، الالتهاب بنفسه ايضا يفرز بعض المواد التي تذهب على البون مارو وتثبط اليوريثروبويسس، تثبط انتاج خلايا دم الحمراء. فاذا انا كيف الانفلاميشن بسوي انيميا؟ بالانفلاميشن بنفسه يثبط انتاج خلايا دم الحمراء، وفي عندك اللي هي بعد الانترلوكين 6 ما يروح على الليفر ويحفز انتاج الهيبسيدين، هذا الهيبسيدين بيثبط اللي هي امتصاص الحديد من الامعاء ويثبط اخراج الحديد من مخازنه من الماكروفيجز. حلو، يا سلام عليك. وهذا هو حرفيا اللي مكتوب هون بشكل كامل. تمام تمام، هذا الانفلاميشن كمان زي ما حكينا كان سبريس اليوريثروبويسس فقط لا غير. طبعا شوف عندي امثله على اللي هي الكرونيك ديزيز، امثله على الامراض المزمنه، اي مرض مزمن، حرفيا التهاب مزمن، انفكشن، كرونيك انفكشن، نيوبلازم، سرطان، روماتويد ارثرايتس اللي هو عباره عن التهاب الفاصل الروماتيزمي، يا اخوان حرفيا اي مرض مزمن ممكن يكون عند الانسان. تمام، طب بس الخصائص تبعت هاي الانيميا اوف كرونيك ديزيز، لاحظوا ان الانسان هون شو في عنده؟ الايرون قليل، فانا لازم اقدر اميزها عن الايرون ديفيشنسي انيميا. كيف بدي اميزها عن الايرون ديفيشنسي انيميا؟ بنشوف الاثنين، الايرون ديفيشنسي والانيميا اوف كرونيك ديزيز، الجوز عندهم لو سيرم ايرون. حلو، الايرون ديفيشنسي انيميا يا اخوان تتذكروا كان عندهم ايش؟ لو فيرتين وهاي ترانسفيرين. ليش؟ عشان ما عندهم حديد بالمره، فمخازن الحديد ما بكونها، فعندهم لو فيرتين. وقلنا الفيرتين والترانسفيرين ايش مالهم؟ عكس بعض، بيكونوا دائما عكس بعض، فيرتين قليل ترانسفيرين عالي. هون يا اخوان تماما عكسه. ليش؟ لانه الهيبسيدين شو قلنا سوى؟ الهيبسيدين خلى كل الحديد متخزن وين؟ جوا الترانسفيرين. فعدد مخازن الحديد شو راح يصير فيها؟ راح تزيد، لانه قاعد بخزن حديد بزياده انا، فالفيرتين راح يزيد عندي والترانسفيرين
راح يقل بمقابله. فانيميا في كرونيك ديزيز تلاقي عندك هاي في الروتين، ولكن الترانسفيرن او توتال ايرون بان كاباسيتي تلاقي ايش ماله؟ بتلاقيه لو فقط لا غير. حلو، يا سلام عليك. طب انيميا في كرونيك ديزيز شو نوع اللي هو الانيميا بيكون هون؟ مايكرو ولا ماكرو ولا نورمو؟ من تيل. الاي بالتيل هاي ايش كانت؟ انيميا في كرونيك ديزيز بتكون مايكرو سيتك. طبعا انا كاتب لك هون نورمو سيتك كان بماكرو سيتك، هتفضلين ايش؟ مايكرو سيتك، خلصت وراحت. بس كيف بعالج انيميا في كرونيك ديزيز؟ عالج المرض اللي عنده، انتهى الموضوع. تريد اندرلاين كوز، عالج المرض المزمن اللي عنده، خلصت وراحت. ناخذ اخر نوع من انيميا في هاي المحاضره، الاي بلاستيك انيميا او الواحد منهم. ما هو الاي بلاستيك انيميا؟ لاحظوا احنا هون شرحنا اللي هم معظم تقريبا الكل المايكروسيتك ما عدا الليد بويزنج. الليد بويزنج ما راح نحكي عنها يعني، وش انا بقيت اللي هي ايش؟ المايكروسيتك مع الميجانوبلاستيك من المايكروسيتك. هسه نفوت على النورموسيتك. الاي بلاستيك انيميا والمايلوفيسيك انيميا هذول يا اخواني عباره عن ايش؟ نورموسيتك انيميا، زي لما يكون الانسان عنده فقر دم، نقصان في خلايا اعداد خلايا الدم الحمراء، او انه فقدان في الوظيفه تبعتها، ولكن حجم خلايا الدم الحمراء طبيعي من 80 ل 100 ام سي في تبعها طبيعي. اي بلاستيك انيميا شو الفكره فيها؟ بان الانسان عنده ديستركشن اوف ذا بون مارو، عنده تدمير في خلايا الستيم سيلز في البون مارو. حلو، ما فيش ستيم سيلز، ما فيش تكوين للار بي سيز ولا لاي نوع خليه اخر بالدم. طب هو نورموسيتك انيميا قلت لكم بيكون صح، ومع ذلك قلت لك الستيم سيلز هي اللي متدمره متفجره، في خلاص فيش ستيم سيلز. فهل بس خلايا الدم الحمراء رح تتاثر؟ لا، والبيضاء والبليتس كلهم راح يصير عنده ايش؟ بان سايتوبينيا، زي البي 12 فوليت قبل شوي حكينا فوق صح، فراح عنده بان سايتوبينيا، راح يكون عنده انيميا من الار بي سيز قلانه. خلينا نكتبها على جنب هون، الار بي سيز ايش معناتها؟ قلانات. ثرومبوسايتوبينيا انه البليتلتس هن اللي قلالات صح، وعنده لوكوبينيا انه الوايت بلاد سيلز قلانات كمان. ليش؟ انه الستيم سيلز في البون مارو كلهن شطبن، كلهن يعني ولا في خليه يطلع من البون مارو. هسه كل خلايا البون مارو طبعا تم استبدالها بدهن بفات بيكون. طب ما هو سبب هذا الابلاستيك انيميا انه البون مارو تدمر هيك؟ اكثر سبب مسبب للبون مارو ديستركشن ايديوباثيك، غير معروف. كلمه ايديوباثيك معناها نو اوبفيوس كوز، ما في سبب معروف يا اخوان، هو اكثر شيء حرفيا موجود عندنا احنا مش عارفين شو السبب. ولك شوف عندي اسباب انا عارفها بكون، في عندك راديشن او دراجز اللي هو الاشعاعات او اللي هي الادويه، وهي الاشعاعات والادويه يا اخوان على حسب، مثلا نفترض نحكي عن الاشعه مثلا، على حسب دوز الاشعاع. اذا كان والله الاشعاع كلما زدت الدوز تبعه بزيد تدمير البون مارو، هذا بسميه دوز ديبندنت، المقصود انه قاعد بزيد التوكسيستي بزيد تدمير البون مارو كلما زدت الدوز. ولكن في بعض الاحيان الاشعاع شو ما زدت الدوز شو ما قلت الدوز التدمير بيضل نفسه، بفرقش، بيكون شيء اسمه ايديوسينكراتيك. هاي مقصود انه بغض النظر عن الدوز تبع الراديشن راح يكون انا عندي تدمير البون مارو بالمعدل نفسه. وفي عندك انت كمان بعض الايش الفايرال ايج، بعض الفيروسات زي الاي بي في، ابستين بار فايروس، هيباتايتس، اتش اي في، بعض الفيروسات كمان بدمرن البون مارو. وفي عندك بعض الامراض المتوارثه زي فانكوني انيميا، وهذا عباره عن مرض ايش؟ بيكون عندي خلل في تصليح الدي ان اي، ممكن يكون الانسان عنده خلل في التوليمريز. طبعا شو التوليمريز؟ التوليمريز هو انزيم بيزيد من طول حياه الستيم سيل، هو موجود فقط في الستيم سيلز في داخل جسمنا باي ذا وي، بس في الستيم سيلز بيزيد من طول حياه الستيم سيل. اذا راح التوليمريز شو بصير بحياه الستيم سيل؟ بتقصر وبتموت بس، تمام. طيب شو انا بلاقي بالبون مارو؟ اخذت خزعه من البون مارو، شو بلاقي؟ قلت لك بلاقي انه البون مارو هايبوسيلولار، فيهوش خلايا بالمره، ومكان هاي الخلايا شو لقيت؟ فاتس، فاتي انفلتريتس. بلاقي 90% من الانتر تربيكولار سبيس او هو مساحه البون مارو كلياتها فات ودهن. حلو، حلو. طيب شو بيجي الانسان عنده اعراض؟ اعراض الانيميا، اعراض الثرومبوسايتوبينيا نقصان بليتلتس، واعراض اللوكوبينيا بس. يعني اعراض الانيميا شو بتكون؟ قلناها من فوق، فتيق، ماليز، بالر، شورت سبرث، هاي الشغلات. واعراض الثرومبوسايتوبينيا نقصان بليتلتس، بليتلتس شو وظيفتها؟ تسوي الخثرات. فالانسان ايش اذا مش قادر يسوي تخثر؟ شو قاعد بيصير؟ شو بيصير عنده؟ عفوا، بيصير عنده نزيف كثير، بيصير عنده بيتيكياي، بيربورم، ميوكوزر بليدنج، نزيف، اي نزيف. وبالنسبه للوكوبينيا نقصان وايت بلاد سيلز، تلاقي عنده انفكشنز، فيش جهاز مناعه لانه. طيب هون انا البون مارو متدمر عندي، كيف بدي اعالجه؟ بون مارو ترانسبلانتيشن، والله ما بدها اثنين يحكوا فيها كثير ايزي يعني مشان الله. اخر شيء بدنا نحكي عنه هو المايلوفيسيك انيميا، تمام؟ مايلوفيسيك انيميا. هاي مايلوفيسيك انيميا ايضا هي نورموسايتيك ونورموكروميك انيميا، يعني حتى الار بي سيز من ناحيه الشكل بتلاقي انه ايش مالها؟ بتلاقيها انه بسم الله الرحمن الرحيم البالر بالنص طبيعي، مش انه كثير ولا انه قليل، تمام؟ هذا المايلوفيسيك انيميا يا اخوان بتلاقي البون مرو مش انه تدمر، لا 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 لا، ولكن في خلايا خارجيه اجت عليه وسوت ريبليسنج، اجت محل حرفيا الستمسل اللي جواته. فالبون مارو از انفلتريتد، دخل عليه خلايا غير طبيعيه
وريبليست الستيم سيلز بابنورمال سيلز، وهي خلايا غير طبيعيه اجت مكان الستيم سيلز. حلو. فاذا باخذ انا بون مارو بيوبسي بلاقي بانه ذير از فيري فيو سيلولر اليمنت، بلاقي كميه السيلولر اليمنت اللي ستيم سيلز او الخلايا يعني اللي هي طبيعيه للبون مارو بلاقيها فيري فيو كثير قليله، وماجوريتي اوف سيلز معظم الخلايا ايش بتكون لها ابنورمال غير طبيعيه. تمام، يا سلام عليك. طب هاي الخلايا غير طبيعيه اللي فاتت على البون مارو شين هذول الخلايا؟ ممكن بالعاده بيكون ايش، خلايا سرطانيه. ممكن الانسان كان عنده سرطان ثدي، سرطان بالرئه، لنج، بروستيت كانسر، وهذول السرطانات تسوين ايش، ميتاستاسيس، انتشرن وراحن على البون مارو وحلن محل ستيم سيلز. وممكن هذول الخلايا غير طبيعيه يكون ايش، جرانيولوما، خلايا التهابيه. وممكن يكون ايش، توبركلوسيس، مرض السل. مرض السل ايضا ينتج خلايا غير طبيعيه قد تذهب الى البون مارو وتعوض مكان الستيم سيلز، سوي لك مانيفستيك انيميا. تمام. طب هون ما اجي احكي لك انه انا عوض مكان الستيم سيلز، يعني الستيم سيلز بطل موجودات كمان. شو هون هسه عنده نقصان في الار بي سيز، ونقصان بالبليتلتس، ونقصان في البلاتلتس، نفس الاشي هون. تمام. فبتلاقي عنده مانيفستيشن او الاعراض، تلاقي عنده انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، والوايت سيلز تلاقيها كمان ليس ذان نورمال، كلياته منخفض. ولكن نفترض انه والله انتج عندي انا خلايا، هاي النقطه ما بديش اياها عشان من عاده هون نفسها. شو بتلاقي الخلايا انتجت عنده؟ تلاقي عنده اما تشور نيوكليتد ار بي سيز، خلايا الدم الحمراء بتلاقيها غير ناضجه، وبتلاقي فيها نيوكليس، خلايا الدم الحمراء يا اخوان المفروض لما تطلع على الدم ما يكونش فيها نواه، المفروض النواه انها تنتزع منها وكون طبيعيه هيك من دون نواه. ولكن انا عندي هون في المالوفتيك انيميا الار بي سيز بتطلع بشكل غير طبيعي، بيكون بعد النواه فيها بتكون غير ناضجه معناته، وبيطلع عندي اما تشور لوكوسايت، خلايا دم بيضاء غير طبيعيه، يعني غير ناضجه كمان غير طبيعيه. واهم خلايا انت بتشوفها المالوفتيك انيميا هي خلايا اسمها داكروسايتس، او اسمها تير دروب سيلز، خلايا شكلها زي حرفيا شكل الدمعه، طلعوا لها الخليه شايفينها زي شكل الدمعه صح، بسموها داكروسايت او تير دروب سيل. هاي الخليه شو هي الخليه يا اخوان؟ هي عباره عن ار بي سي، خليه دم حمراء، ولكن بسبب الخلايا الخارجيه اللي فاتت على البون مارو هاي الخليه دم حمراء انضغطت من هون وانضغطت من هون انكبست وصارت زي شكل الدمعه. تمام. فحرفيا هاي سببها البريشر على الار بي سي. طب كيف بدي اعالج هذا مالوفتيك انيميا؟ ما قلنا المالوفتيك انيميا سببها ايش؟ انه خلايا غير طبيعيه بسبب مرض غير طبيعي، سواء كان سرطان، جرانيولوما، تبركلوس. فكيف بدي اعالج هذا المرض او كيف بدي اعالج هذا الانيميا؟ بس عالج الاندرلاين كوز، عالج الكانسر، عالج هالتبركلوس، عالج الجرانيولوما، بتعالج من الانيميا ويعطيك الف عافيه. حلوين، يا سلام عليك. بضل فينا ان شاء الله المحاضره الجايه من الانيميا اللي هو الهيموريتيك والنن هيموريتيك تبعت النورموستاتيك، وان شاء الله يكون ختمنا الانيميا. واذا حدا اي حدا يا اخوان عنده اي سؤال اي استفسار انا جاهز في اي وقت، ويعطيكم الف عافيه.